رسالة سلام، رسالة سلام من أرض السلام. ده العنوان اللي كان محطوط لمباراة أتلتيكو مدريد والنادي الأهلي إن شاء الله هتكون غدا. رسالة سلام، وما أحوجنا جميعا لرسالة السلام ومحاربة الإرهاب. البقاء لله في كل شهداء الوطن، البقاء لله في شهداء مصر، البقاء لله في كل أبناء مصر الطاهرين. الإرهاب إلى زوال مهما طول، مهما طول الإرهاب إلى زوال. اللي بيحصل واللي بنشوفه، واللي بنشوفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات واللقطات، بنقول إن مصر أبية ومصر شديدة. ورسالة سلام اللي بيتواكب معاها لقاء النادي الأهلي وأتلتيكو مدريد، رسالة في توقيتها المظبوط، رسالة في مدى الخطر اللي احنا شايفينه وأدركناه، رسالة في الإرهاب اللي بيلفظ أنفاسه الأخيرة واللي بيحاول يتواجد ويظهر على الشاشة في كل مناسبة أو في كل وقت بيبقى فيه ترابط وتكاتف. كلنا بنحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية، كل سنة وانتم طيبين جميعا، وإخواتنا وأشقائنا المسيحيين المصريين كل سنة وإحنا طيبين جميعا. في التوقيت ده بيحاول الإرهاب في كل سنة وفي كل وقت إن ياخد اللقطة وإن يظهر في التوقيت ده علشان يعمل أو يروع الناس أو يعمل اللي عمله النهاردة. لكن الناس بقت فاهمة قوي وشايفة قوي، والفيديوهات المتداولة بتبين لك مين اللي بيعمل كده وهو إيه ومتأثر عليه إيه. هو مش مهم، هو خلاص مختار طريقه وعارف نهايته. لكن البقاء لله في شهداء الوطن، شهداء مصر اللي راحوا غدر النهاردة، بقاء لله لكل المصريين ولكل مصر. رسالة سلام، برحب بيكم طبعا النهاردة على شاشة قناة النادي الأهلي، برحب بيكم وبقول لكم في ظل هذه الظروف الصعبة لازم تكون القوى الناعمة. كرة القدم الرياضة ليها دورها الريادي ودورها التاريخي اللي بيتمثل بكرة في معنى مهم جدا. رسالة سلام لمصر، رسالة سلام للمنطقة، رسالة تعاون لكل الأندية والوطن العربي في حدث رياضي كبير جدا الهدف منه محاربة الإرهاب وتوجيه رسالة سلام. واضحة الرسالة، باينة الرسالة، ربنا يقدر الجميع علشان ننجح الرسالة دي بكرة وتظهر بالشكل اللي احنا كلنا عايزينه، تظهر بالروح الرياضية المطلوبة. طبعا جماهير النادي الأهلي وجماهير مصر الكبيرة اللي هتكون موجودة بكرة في استاد برج العرب هي عارفة كل حاجة وواعية أكيد في بعض الضوابط اللي طلع بيها بيان النهاردة واللي هنتكلم عليها مع ضيوفنا الكرام، واللي هنتكلم في أكتر من حاجة خلال ثلاث ساعات في رسالة سلام النهاردة في ليلة مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد. النهاردة حلقة خاصة من رسالة سلام، هيكون معايا ضيوف مميزين جدا. يمكن هيكون ضيفي في الفقرة الأولى الكابتن مصطفى يونس نجم النادي الأهلي الكبير، وهنتكلم معاه عن المباراة وأبعادها. كمان هيكون في الفقرة الثانية أستاذنا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ سامي عبد الفتاح اللي هيكون في ضيفنا في الفقرة الثانية، واللي هنتكلم معاه في بعض الأمور والتجهيزات عن اللقاء. ثم مسك الختام والفقرة الثالثة والدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي الكبير اللي هنتكلم معاه بشكل أكبر عن الضيوف وفرقة أتلتيكو مدريد اللي وصلوا منذ قليل، وكان طبعا على شاشتنا كان في الاستقبال حصري لنا. أكيد في أخبار وفي بعض الكواليس اللي عايزين نتكلم عليها، وأكيد بكرة في يوم كبير جدا وفي يوم ما أقدرش أقول عليه احتفالية. يعني أنا ما أقدرش أقول في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها والساعات العصيبة دي احتفالية، ولكن أقدر أقول عليه حدث مهم. بكرة في حدث مهم في مواجهة الإرهاب. قناة النادي الأهلي بكرة طبعا المباراة حصر على قناة النادي الأهلي داخل مصر بكرة من بدري، يمكن من الساعة 11 صباحا هيكون في فقرة مميزة جدا هتكون زميلتنا فيروز ومعها طبعا زميلنا المحترم الكابتن عمر ربيع ياسين، وهتبقى فقرة خاصة جدا عن الأرقام والتجهيز والترتيب لهذه المباراة الهامة. وهيبقى بكرة هيبقى في يمكن أكتر من استوديو، الاستوديو الرئيسي هيكون هنا في قناة النادي الأهلي، وده طبعا التحرك
الفريق دلوقتي من المطار أتلتيكو مدريد، من المطار إلى فندق الإقامة، يوصلوا بالسلامة إن شاء الله. طبعا هيكون بكرة عندنا تغطية كبيرة جدا لأن الحدث كبير جدا. هيكون هنا في الاستوديو زميلنا الكابتن تامر صقر، هيكون معاه الكابتن ماهر همام والكابتن عادل عبد الرحمن. هيكون كمان في الملعب استوديوهين، الكابينة الرئيسية اللي فوق وفي أرض الملعب. في الكابينة الرئيسية هيكون الكابتن إسلام الشاطر، وهيكون معاه الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن ربيع ياسين. أما في أرض الملعب هيكون زميلنا محمد فاروق سعد، وهيكون معاه الكابتن وائل رياض شيتوس علشان تغطية هذا الحدث الكبير اللي كلنا بننتظر انه يخرج بالشكل اللائق. طبعا دي زي ما احنا شايفين قدامنا لقطات لبعثة فريق أتلتيكو مدريد بعد ما وصلوا في المطار، وهم في طريقهم دلوقتي متحركين لفندق الإقامة. مباراة بقول لكم ليها أهداف كبيرة جدا، أهداف عظيمة جدا، رسالة سلام موجهة بشكل مميز. كمان عايز أقول لكم هيكون معانا هنا بكرة في فقرة التحكيم يمكن كابتننا الكبير الكابتن جمال الغندور، وده هيكون أول ظهور ليه يعني في الفترة الأخيرة على شاشة قناة النادي الأهلي، وهو متعاقد طبعا مع قناة الدي ام سي. الناس اللي ما تأخروش أبدا علينا ولا على قناة النادي الأهلي علشان يكونوا موجودين بيدعموا في الحدث والحدث الكبير ورسالة سلام وضد الإرهاب. يمكن تحديدا الأستاذ أيمن سالم المحترم رئيس قنوات الدي ام سي، اللي طبعا أول ما الأستاذ عمرو مخلوف زميلنا المحترم اتكلم معاه في القصه دي اخذوا القرار مباشره، واحنا طبعا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي لازم نشكرهم ونوجه لهم الشكر طبعا على هذا التعاون المحترم. واكيد كل اللعيبه اللي هتكون موجوده من عدد من الانديه سواء كانت من الخليج او من الانديه المصريه اكيد كلهم كل التقدير والاحترام. اكيد النهارده كانت في بروفا قويه جدا، طبعا في اختلاف بين مباراه بتروجيت اللي كانت انتهت منذ قليل وبين التجهيز للغد طبعا، وده اللي هيؤكد ان هيبقى الاعتماد على اللعيبه الاساسيه بشكل قليل جدا لانهم لعبوا مباراه كبيره النهارده. فرقه النادي الاهلي كانت محتاجه مكسب، كانت محتاجه ثقه، كانت محتاجه فوز. شفنا لجنه الكره والكابتن محمود الخطيب، كابتن زيزو، كابتن علاء اكدوا الثقه في الكابتن حسام البدري. مفيش كلام كتير جدا بيتكتب في وسائل الاعلام وكتام كتير جدا الناس بتفضل تقوله، في مدير فني جديد، في مدرب الجزيره الاماراتي، في 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 في. شفنا اكتر من تقرير صحفي وتقرير فني تناول اسماء كتيره وتحدد يمكن في مدرب هولندي الاكتر اللي اتكلم عليه، لكن هذا الكلام على ارض الواقع مش موجود بالمره. الموجود على ارض الواقع هو دعم من لجنة الكرة للكابتن حسام البدري. في شوية توتر طبيعي جدا، في شوية قلق طبيعي جدا، في ثقة جات النهاردة طبيعية جدا، ثقة بعد المكسب. مكسب النهاردة بيجدد الثقة وبيجدد الأمل، لأن أنت لما بتبقى اللعيب بيبقى نازل متوتر، الجهاز الفني عايز يحقق مكسب، بتبقى المباراة صعبة، خاصة إن دايما المنافسين في مسابقة الدوري بيبقى عندهم بعض المشاكل. إذا كنت بتكلم النهارده على فرقه بتروجيت، اكيد قدمت مباراه رائعه، اكيد عملوا اللي هم يعني قدروا عليه في حدود امكانياتهم المحترمه في الشوط الاول. في هدف طبعا تم الغائه 100%، هدف مظبوط باراء المحللين مش برايي انا. كابتن محمد يوسف اعتقد ان استمراره مع بتروجيت في الفتره اللي جايه وفي الساعات اللي جايه، وهو مدرب كبير جدا ومدرب طبعا من المدربين الرائعين، هيكون استمراره مع بتروجيت في الفتره اللي جايه طبعا صعب، وان كان بعض المصادر مكلميني من بتروجيت انه قد تكون المباراه الاخيره. ده حال هو ده حال التدريب وحال كره القدم. خلينا بس عشان قبل ما نكمل كلام عن مباراه، عدد من نجوم العرب هيكونوا موجودين بكره، وكنا نتمنى ان واحد من حراس المرمى الكبار التقال اللي كان هيبقى موجود بالفعل كابتن علي خصيف حارس مرمى الجزيره الاماراتي، لكن الاصابه بتمنعه. اكيد هو عايز يقول رساله سلام
ونرحب بيه على شاشة قناة النادي الأهلي عبر الإمارات وعبر الهاتف كابتن علي خصيف حارس مرمى الجزيرة الإماراتي. السلام عليكم يا كابتن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ عساك بخير. تحياتي لحضرتك وتحياتي لأهلنا في الإمارات وطننا الثاني، وطبعا ألف سلام عليك. الله يسلمك. أول شيء أحب أمسي على الإخوان الموجودين في الاستوديو عندك، وفي البداية أحب أوجه الشكر للقيادة وشعب مصر اللي دائما علاقتها بالإمارات متميزة، وهذا ما تعودناه احنا منها. وأحب أضيف الشكر مسؤولي الرياضة بشكل عام، كذلك النادي الأهلي ورئيسهم الأسطورة اللي احنا نعتبره الأسطورة محمود الخطيب على دعوتهم لي. كابتن علي، كنا نتمنى انك تكون موجود ولكن الاصابه كان ليها راي تاني، ولكن يكفي توضيحك ومشاركتك وروحك باهميه هذا اللقاء وهو رساله سلام. بالعكس، احنا واخواننا المصريين صراحه هذا شرف لاي لاعب اماراتي او عربي بشكل عام انه يكون يتواجد مع اخواننا المصريين ويشاركهم باحتفال، هذا اقل شيء نقدر نسويه. أكيد طبعا، يعني أمور زي دي بتبقى ليها شكل عام، خاصة أن هذه المباراة بتحمل الطابع العربي، في أكتر من لاعب عربي، هي رسالة سلام موجهة من ضد الإرهاب اللي بتعاني منه معظم الأوطان العربية في هذا التوقيت تحديدا. نعم، هذا طبيعي، وإحنا يعني نتمنى تكثر هالمباريات حق، وخاصة المسمى حلو أن نوقف هل الظاهره اللي طالعه في الفتره الاخيره، لان الحمد لله السلام عندنا احنا يتكلم بشيء كبير وشيء كله تقارب العلاقات. اكيد تقارب العلاقات. الف سلام عليك، وان شاء الله تكون موجود معانا في مناسبات ثانيه، وتحياتنا للوسط الرياضي في الامارات، تحياتنا لحضرتك. مشكورين مشكورين، وسلامي لكل المصريين المقيمين عندنا واللي عندكم ان شاء الله. شكرا. نشارك الأيام الجاية. شكرا كابتن علي. طبعا واحد من نجوم دوري الامارات ومن نجوم العرب ومنتخب الامارات كابتن علي خصيف، اللي طبعا كنا نتمنى انه يكون موجود لولا الاصابه. طبعا اكيد هيكون في عدد من النجوم العرب اللي هيدوا لي هذه هذا الحدث الكبير روحه ورسالته، والهدف منها رساله، والهدف مش ان النادي الاهلي يقابل فريق اوروبي بحجم اتلتيكو مدريد، الرسالة والهدف هي رسالة السلام، رسالة ضد الإرهاب، وما أكثر ما نعانيه في المنطقة العربية، وما أكثر ما عانيناه في الساعات الماضية من جرائم الإرهاب اللي يعني أصبحت صعبة علينا جدا، واللي إن شاء الله الفترة الجاية قادرين نحيي رجال الشرطة ورجال الجيش على دورهم، دورهم الكبير جدا ودورهم الوطني اللي كل المواطنين لن يغفلوه في مواجهة هذا الإرهاب الآسف. نرجع لمرجوعنا، وكنا بنتكلم عن لقاء بتروجيت والفوز النهارده بثلاثيه، فوز رائع جدا، اهداف مميزه. يمكن الهدف الاول هدف رائع في وليد سليمان، لاعب عنده خبره، وليد سليمان لاعب مميز جدا، يمكن لاعب اي لاعب ممكن تجي له كره زي دي يحطها بشكل معين، انما الهدوء اللي بيلعب بيه وليد سليمان والاداء اللي بيشتغل بيه والفكر والخبرات بقى هنا، يعني في اهداف كده بتحس ان فيها خبرات كبيره جدا. ده الحال، ده الحال وفرحه اللعيبه، الفرحه الكبيره، الفرحه اللي بتؤكد ان لعيبه النادي الاهلي كانت مستنيه الفوز والمكسب والهدف. الهدف ده من وجهه نظري هو اللي فتح المباراه بشكل كبير جدا، الهدف ده اللي فتح المباراه وفتح السكه وخلى الكابتن محمد يوسف يغير طريقته، لان الكابتن محمد يوسف على مدار الشوط الاول، يمكن هو الشوط يعني المباراه كلها 90 دقيقه، كانت فيه فرصه قد تكون يعني فرصه قد تكون مهمه لبتروجيت، ولكن على مدار الشوط الاول الشكل الدفاعي بحت خالص، ما فيش اي حاجه. وبعد الهدف ده طلع شبيطه وابتدى الكابتن محمد يوسف عايز يهاجم بشكل اكبر، ابتدى الكابتن محمد يوسف يفتح الملعب، وده اللي ساعد النادي الاهلي اللي يلعب في العمق بقى وفي المساحات الخاليه، ويبقى في هدف تاني من الاهداف المميزه، وبعدين الهدف الثالث، اهداف ملعوبه،
اهداف ملعوبه وتغييرات الكابتن حسام البدري النهارده احقاقا للحق. يعني الكابتن حسام البدري في الفتره اللي فاتت يعني بيتعرض لبعض الانتقادات والحديث، لان دايما النتائج لما بتتاخر الجماهير بتتكلم والناس بتتكلم، كلام بيكتر والكلام بيجيب كلام، كلام في الرياضه دايما بالذات الكلام السلبي بيجيب كلام. ولكن الاداء النهارده طبعا الشوط الاول كان فيه نوع من التوتر شويه، يعني نوع من التوتر. الجون الثاني من الاجوان من الاهداف الحلوه قوي بقى، من الاهداف الحلوه ومن الاهداف اللي فيها شغل وفيها اداء وفيها شغل في 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 مساحات بشكل كويس قبل بقى ضربه الجزاء. لكن المكسب بتاع النهارده مكسب كبير جدا، مكسب في عدد اللاعبين اللي شاركوا النهارده، مكسب في الثقه، مكسب في الارتياحيه كده والهدوء. الاستعجال دايما على المكسب مطلوب، يعني الاستعجال دايما على المكسب بيبقى مطلوب لكن بيعمل حاله من التوتر. يمكن اكتر النتائج اللي فاتت ما كانتش مرضيه لجماهير الاهلي، لان جماهير الاهلي دايما دايما بتتكلم في مكسب وبتتكلم في اداء فرقه، جمهورها بيكلمك دايما في مكسب وفي اداء. قول مبروك لفريق النهارده، فريق النادي الاهلي اللي قدر يكسب المباراه رغم ان الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي، ما كان في يعني سوء حظ شويه، ازاروا يمكن ضربه جزاء صحيحه 100%. متخصص بقى هنا عبد الله السعيد المتخصص يخش يحط ضربه جزاء بشكل مميز. الراجل يعني يعتبر حراس المرمى مركزين معاه ومذاكرين، طب هو حط اخر واحده فين، يمين ولا شمال؟ لكن عبد الله عنده هدوء مميز جدا، الهدوء اللي بيتميز بيه عبد الله السعيد في تسديده لضربات الجزاء بيساعده انه يحقق الهدف المطلوب. اكيد مكسب النهارده يهدي الامور، يخلي الامور ماشيه بشكل كويس، لان الفتره الجايه في مباريات مهمه بعيدا عن اللقاء المرتقب غدا في رساله سلام. اكيد في لقاءين قمه اهلي وزمالك، ودي قمه دايما الفريق بيكون جاهز لها بشكل مميز جدا. بعض الغيابات اللي كانت موجوده في النادي الاهلي ابتدت ترجع، ان شاء الله هتبقى موجوده بشكل كويس. ولقاء السوبر يوم 12 في الامارات امام المصري البورسعيدي، فدول لقاءين مهمين جدا. عشان كده كان الحديث عن مدير فني او كان مجرد تقارير اعلاميه بعيدا عن الهدف. الهدف ان الكابتن حسام موجود في الفتره الجايه، ان كل الدعم من مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن حسام البدري، ان ما يتردد في وسائل الاعلام بتغيير الجهاز الفني والاداء، وان الحساب بالقطعه ما عادش موجود. الحساب بالقطعه مفيش حاجه اسمها حساب بالقطعه في لجنه كوره، بتشوف في لجنه كوره بتحضر، قعدت مع الجهاز الفني شافوا العناصر اللي مطلوبه في انتقالات يناير، تم تحديد العناصر، بيتم التعامل ان شاء الله والتعاقد والاعلام في الفتره اللي جايه عن عدد من الصفقات المميزه. اكيد مباراه الغد هيكون فيها طاقم تحكيم مميز، لكن هيكون على شوطين. الشوط الاول الكابتن سمير محمود عثمان اللي هيدير المباراه تحكيميا، والشوط الثاني الكابتن محمد فاروق، وهي طبعا يعني اثنين من يعني من الحكام الكبار اللي بينولوا قدر من التكريم في هذه المباراه. اكيد هيكون معانا بعض الاتصالات من زمايلنا ومراسلينا علشان نعرف عن اتلتيكو مدريد امورهم، وصل فندق الاقامه ولا لسه، الترتيبات للمباراه، ايضا الترتيبات للمباراه، في ترتيبات وفي بعض الاجراءات اللي هتكون هيتمها. هيكون موجود معانا برضو بعد شويه مكالمه مع اللي هو شيرين شمس عشان نشوف منه بعض الضوابط عشان نسهل على جماهيرنا اللي هتكون موجوده بكره في اللقاء المرتقب. كمان هيكون عندنا عدد من التقارير من فندق اقامه النادي الاهلي وكابتن حسام البدري، وكمان يا ريت لو نعرض لقطات من وصول طبعا اتلتيكو في المطار، وطبعا هم دلوقتي متوجهين لفندق الاقامه. طبعا ادي قدامنا دي لقطات من الوصول في المطار اللي احنا شايفينها قدامنا على الشاشه. يا ريت لو موجود معانا امير هشام لو عنده معلومات اكيد هيضيف لنا.
طبعا زي ما احنا شايفين طبعا استقبال يليق بهذا الفريق الكبير للي عشاقه في الفترة الأخيرة، والفريق اللي جاي بكامل نجومه، جاي بكامل نجومه، واللي طبعا هيقدم مباراة إن شاء الله يعني تكون مباراة ناجحة، ويكون الإيفنت ماشي بالشكل المحترم وبالشكل اللي يليق برسالة سلام. طبعا كان في استقبال خاص من وزارة السياحة، وفي ترتيب من النادي الأهلي بشكل مميز جدا استقبال اللاعبين، واكيد الراحة التامة، واكيد الحفاوة اللي هيقابلوها، لان طبعا اكبر رد على اي، يعني مش عايز اخرج عن التراك كتير واتكلم في حاجات خارج الرياضة، لكن اكبر رد على البعض اللي عايز يزعزع استقرار، انت جايب واحدة من اكبر فرق العالم، جايب اتلتيكو مدريد كامل نجومه، فريق من اعظم واكبر فرق العالم، علشان تقول في رساله سلام مهما كانت الامور، مهما كانت في بعض الاوضاع الفرديه كده اللي بتخرج من حين لاخر عشان توصل رساله عكسيه. انت بتوصل للرساله المطلوبه، انت بتوصل للرساله المميزه، انت بتوصل ادي ارض الواقع، انت بتوصل رغم ان في بعض الامور اللي قد تكون مرفوضه واللي ان شاء الله هتنتهي تماما بفضل رجال الجيش ورجال الشرطه، وبفضل يعني جهود المواطنين اللي بيبقى ليهم دور كبير جدا، وبنشوف في الفيديوهات الناس بتبقى عايزه تعمل ايه، ولو تقدر تساعد ازاي، في وعي كبير. النهارده الرساله دي انت بتصدرها، انت اللي بتصدرها للعالم كله. النهارده في اهتمام كبير جدا من كل وسائل الاعلام ومن الصحف العالميه، الصحف العالميه، الوكالات العالميه، كله بيهتم. والعنوان اللي كان على معظم الصحف الإسبانية هو عنوان رسالة السلام، عنوان محترم جدا وعنوان مميز جدا في هذا التوقيت. تبقى أنت الرياضة بتقوم بدورها، قوى الناعمة الكبيرة، كيان الكبير زي النادي الأهلي ليه دور مجتمعي. يمكن الكابتن محمود الخطيب كان دايما بيتكلم أن الرياضة ليها رسالة، وأن النادي الأهلي تحديدا بقيمته وحجمه ليه رسالة مجتمعية كبيرة جدا. المباراة دي بتدلل على قيمة النادي الأهلي ودوره الاجتماعي، دوره المجتمعي في رسالة سلام في توقيت مهم جدا، توقيت مهم. وهذا التوقيت اللي إن شاء الله إن شاء الله ربنا قدرنا كده في جهود القضاء على الإرهاب اللي بنشوفه كل يوم والتاني بيضرب كل عواصم العالم. يعني ظاهرة الإرهاب دي مش ظاهرة محلية، احنا شفنا حوادث في إنجلترا، شفنا حوادث في الولايات المتحدة، شفنا حوادث في بلجيكا، شفنا حادثة اللي حصلت النهاردة في حلوان. وبنجدد تقديم العزاء لشهداء الوطن وشهداء مصر، واللي ان شاء الله مصر بسواعد ابنائها ورجال جيشها وشرطتها وشعبها قادرين تمام. اكيد هذا الاستقبال المميز، يعني لعيبه جايه، فرقه كامله بكامل نجومها داخله، حاسه بالامان الكامل، امان كامل، امان كامل كامل كامل. ان شاء الله ربنا يعدي اليوم ده على خير. عشان كده عايز من كل اخواتنا واصحابنا وكل جماهيرنا بكره اللي هتكون موجوده في الملعب، ساعد رجال الامن وساعد نفسك وساعد بلدك، علشان الضوابط اللي موجوده تخرج المباراه بالشكل اللي يليق بينا كلنا. مباراه العالم كله بيشوفها، مباراه ردها يبقى واضح جدا على العالم كله، فان شاء الله تخرج بالشكل المطلوب. فنيا هي المباراه مالهاش هدف فني، والدليل على كده ان رغم انها مباراه هتكون كبيره وقويه وهنتفرج على مباراه كره قدم، لكن الهدف الاسمى فيها هي رسالتها. الهدف
الأسمى فيها هو دورها، هو توقيتها، هو دور الكيان الأهلاوي الاجتماعي أو الدور المجتمعي اللي بيتجلى في الأحداث دي. ومش هيكون هو ده أول حدث ولا آخر حدث، لأن دي أو كرة القدم تحديدا والمباريات الكبيرة مع الفرق الكبيرة تحديدا بتكون دي المباريات اللي بتوصل للناس كلها وبتوصل للعالم كله. أكيد عايزين نعرف بعض المعلومات، أكيد عايزين نشوف إيه الترتيبات، أكيد عايزين نكون جوه الحدث. عشان كده هنطلع، أمير وصل الفندق يا جماعة، هنطلع ناخد أمير هشام هيكون معانا لايف من فندق أو مقر بعثة أتلتيكو مدريد علشان يقول لنا على آخر الأحداث والتطورات. زميلي أمير هشام أهلا بيك. طيب أمير لو سمعني، طيب لحد ما يجهز أمير، هنشوف لحد ما يجهز أمير. سمعني أمير؟ الأهلي في كل مكان بالفعل في هذه اللحظات، بيوصل فريق أتلتيكو مدريد لمقر الإقامة الخاص به بمدينة برج العرب، واستعدادا للمباراة غدا أمام طبعا النادي الأهلي، وهي مباراة أكيد هامة، والهدف الأساسي منها هو هدف وطني من قبل النادي الاهلي. خليني اقول لك ان في هذه اللحظات بيتوافد لاعبي اتلتيكو مدريد للدخول للمقر الخاص بهم هنا في مقر الفريق في برج العرب. زي ما احنا شايفين يا زميلي استاذ ايهاب، طبعا لاعبي اتلتيكو مدريد والنجوم الكبار بفريق اتلتيكو مدريد في هذه اللحظات بيدخلوا للاوتيل. طبعا في العديد من المعجبين بهذا الفريق وبلاعبي هذا الفريق في انتظارهم، واكيد بيحاولوا ان هم يلتقطوا بعض الصور التذكاريه مع لاعبي اتلتيكو مدريد. لكن خليني اوضح ان مسموح ليهم التقاط الصور لكن في ميعاد محدد هيكون غدا بالنسبه للمعجبين او المحتاجين او اللي عايزين ياخدوا بعض اللقطات او الصور التذكاريه مع نجوم اتلتيكو مدريد. زي ما احنا شفنا طبعا العديد من اللاعبي الفريق ونجومهم يا استاذ ايهاب، سواء انطوان جريزمان، فرناندو توريس، يمكن فرناندو توريس هو في الخلفيه زي ما شفتوا، اكيد توماس بارتي، ادري كوريا، وايضا انطوان جريزمان، كوكي، بعض اللاعبين طبعا النجوم الكبار لفريق اتلتيكو مدريد. لكن خلينا اقول ملحوظه هامه جدا وهو خاصه باللاعب دييجو كوستا. يمكن دييجو كوستا ما حضرش فريق اتلتيكو مدريد، خصوصا ان فريق او اللاعب دييجو كوستا بالتحديد كان في صفوف تشيلسي قادم من اتلتيكو مدريد، وتم بيعه وعودته لفريق اتلتيكو مدريد مع اغلاق سوق الانتقالات الصيفيه بعد ما اغلقت. فبالتالي ما كانش ليه او ما كانش مسموح بالنسبه له ان هو يشارك على مدار الفترات اللي فاتت مع فريق اتلتيكو مدريد. دييجو كوستا طلب بالفعل ان هم بعد ما احنا سالنا في المطار فور وصول فريق اتلتيكو مدريد، دييجو كوستا كان طلب بالفعل ان هو يشارك في هذه المباراه، لكن الطلب ده قدمه ايضا فريق اتلتيكو مدريد للفيفا، لكن تم رفض الطلب نهائيا، والفيفا يمكن اختارت فريق اتلتيكو مدريد عدم السماح بمشاركه دييجو كوستا في اي مباراه سواء وديه او رسميه مع الفريق الا مع بدايه شهر يناير، يوم 1 يناير بالتحديد يقدر دييجو كوستا ان هو يشارك في المباريات بشكل طبيعي. لكن اكيد بخلاف دييجو كوستا في العديد والعديد من نجوم اتلتيكو مدريد واللي هيكونوا موجودين في هذا المهرجان الخيري غدا ان شاء الله امام النادي الاهلي، واللي بينتصروا اكيد العديد من جماهير الكره المصريه وبالتحديد جمهور النادي الاهلي، وايضا بالتحديد ال 60,000 متفرج اللي هيكونوا متواجدين ان شاء الله في مدرجات استاد برج العرب. لو في اي استفسار يا استاذ ايهاب اتفضل انا معاك. أمير بشكرك وإن شاء الله هنكون متواصلين معاك مع مدار الحلقة، وطبعا استقبال محترم واستقبال جيد. بشكر زميلي أمير هشام على هذه الرسالة وهنتابع معاه في الفترة الجاية. بعد ما استقبلنا الرسالة وبعد ما شفنا واطمأننا على فريق أتلتيكو مدريد وصل لمقر الإقامة هنبدأ فقرتنا، لكن أولى فقرتنا احنا قلنا هيكون معانا ثلاثة من الضيوف الكبار، كل ضيف على حدة عشان نتكلم عن هذه الأجواء. قلنا هيكون معانا كابتن مصطفى يونس، الاستاذ سامي عبد الفتاح، دكتور طارق الادور، لكن اول فقره هتكون مع الاستاذ سامي عبد الفتاح ناقدنا الرياضي الكبير بعد الفاصل.
على قناة الأهلي. مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد في رسالة سلام. 3 استوديوهات للتغطية والتحليل من استاد برج العرب. رسالة سلام من أرض السلام، رسالة سلام من أرض مصر لكل العالم في مباراة مهمة جدا جدا. العالم كله وأنظار العالم كله بتتجه بكرة لبرج العرب عشان تتابع الرسالة. طبعا في رسالة سلام هيكون أول ضيف معانا النهاردة في فقرتنا رسالة سلام واحد من النقاد الرياضيين الكبار، واحد من الأقلام الكبيرة جدا اللي عرج كده على هذه الاحتفالية وهذه المناسبة، وكاتب مقال مهم جدا بكرة بعنوان مهرجان الخير والسلام للجميع، أستاذنا الكبير والنقد الكبير الأستاذ سامي عبد الفتاح، مشرفنا ومنور. مساء الخير أستاذ إيهاب، أهلا بيك. أنا يعني بداية يعني برحم مشاهدينا كلنا، ويعني أجدد العزاء لشهدائنا، لأسر شهدائنا اللي سقطوا اليوم في حلوان وفي كل بالأمس في بني سويف. فيا رب يكون يعني مهرجان السلام الليلة اللي هو بكرة يعني شيء يبرد قلوبنا شوية على فراق هؤلاء الشهداء، ونكون يد واحدة في مواجهة الإرهاب اللي بيواجه العالم كله مش في مصر بس. إن شاء الله إيد واحدة ورسالة واحدة للعالم كله. لكن هنطلع سريعا لزميلنا أمير هشام، وتحديدا ولقاء مع الكابتن حسام البدري. أمير اتفضل. بجدد التحية بيك يا أستاذ إيهاب، وبجدد التحية بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. وفي إطار الحديث عن مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد، هذه المباراة الهامة واللي هي أكيد ليها دور وطني مهم جدا من قبل النادي الأهلي، لكن أيضا كان في حدث مهم النهاردة وهو فوز النادي الأهلي في المباراة الأهم في بطولة الدوري العام أمام فريق بتروجيت بنتيجة 3-0. أكيد نتيجة كبيرة، أداء جيد جدا من النادي الأهلي. عشان كده معايا في هذه اللحظات كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي. كابتن حسام برحب بك. أهلا بك يا أمير. أهلا طبعا، ببارك لك على الفوز النهارده، مباراه كبيره، اداء كبير، نتيجه جيده جدا من النادي الاهلي. تقييمك بشكل عام لاداء الفريق النهارده؟ في البدايه طبعا تحياتي للاستاذ ايهاب الخطيب، وبقول له مبروك البرنامج الجديد وموفق ان شاء الله. اكيد طبعا الحمد لله كان فوز مهم جدا النهارده، ويمكن انا قلت 3 نقاط والفوز في مشوارنا في الدوري العام بيبقوا مهمين جدا. في نفس الوقت يمكن المباراه جايه بعد المباريات اللي احنا فقدنا فيها النقاط، فكان مهم جدا لاسباب متعدده. اولا بشكل اساسي الحصول على 3 نقاط هو ده الاهم، على الجانب الاخر اكيد في نواحي معنويه وبتبقى مهمه جدا للاعبين، وحتى الاهم طبعا لجماهيرنا. ففوز كان مهم جدا النهارده، يعني بشكر اللعيبه على ادائها النهارده وعلى النتيجه، وفي نفس الوقت بقول ان يمكن المباراه عبرت برضه عن رغبة اللعيبة النهاردة في إصرارها على الفوز، وإن هي تعمل عرض جيد وبالذات في الشوط الثاني. فالحمد لله على الفوز، وإن شاء الله يعني بننتقل بعد كده للمباراة اللي هي بعد كده. لكن خلينا نقول طبعا إن إحنا برضه بنحتفل بالمباراة اللي هتبقى بكرة، اللي هي المباراة الخيرية مع اتلتيكو مدريد، اللي اعتقد ان انت عاوز تتكلم في اشياء كتير. هنتكلم اكيد بالتفصيل في مباراه اتلتيكو مدريد بكره، وهي اكيد مباراه مهمه وحدث كبير وحدث مهم. لكن عايز استمر مع حضرتك في الحديث عن مباراه بتروجيت، وخصوصا خلال الفتره اللي فاتت، وكان الكلام يمكن كتير شويه، الناس بتتكلم على ان اداء النادي الاهلي يعني ابتدى يهبط شويه خلال المباريات اللي فاتت، لكن النهارده يمكن الشوط الثاني بالتحديد حصل العكس، والنادي الاهلي قدر يؤدي اداء كبير ونتيجه كبيره. هو طبعا انا يمكن وضحت وقلت يعني من المنطق ان يبقى في تباين في الاداء، لان صعب جدا، وبالذات يمكن انا قلت اسباب قبل كده لكن مش بشكل تفصيلي، وقلت ان في بعض الاحيان يعني الواحد كمدير فني ما بيقولش الاسباب بشكل تفصيلي، لان الاسباب بشكل تفصيلي في اوقات ما بتبقاش لمصلحتنا، وبالذات ان ممكن بيستند عليها بعض اللعيبه في منطقيتها، فبالتالي بالعكس بيبقى المدير الفني دوره ان هو يعني يتخطى
بعض النقاط والصعاب اللي هو بيعيشها. واتكلمت قبل كده اشرت ان قلت على مدار موسمين احنا دلوقتي في تلاحم في على موسمين بدون راحه بالالتزامات اللي عندك كنادي اهلي واصرارك ان انت تفوز بالبطولات وفي نفس الوقت ارتباط عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي مع المنتخبات وبطوله افريقيا، كل دي اشياء صعبه جدا جدا بس انا ما بتطرقش ليها بشكل متواصل لان زي ما انت عارف دوري ان انا بيبقى فيه برضو دوافع موجوده للعيبه بالثوابت اللي موجوده عندنا وهي اللعب على البطولات والفوز، فلابد يبقى فيه دوافع والدوافع لابد ان هي تكون دوافع متغيره. فعشان كده بقول ان من منطق ان يحصل تباين في بعض الاحيان في النتائج. اي نعم طبعا انت بتحاول، يعني السنه اللي فاتت ادينا موسم مميز ومع ذلك البعض ما بياخدش باله ان احنا اتعادلنا 9 مباريات، يعني ما حدش واخد باله. يمكن احنا يعني ان شاء الله باذن الله بفضل الله ما نتعادلش الكم ده السنه دي، لكن لسه احنا ما فيش الكم اللي احنا حتى تعادلناه السنه اللي فاتت. لكن في بعض الاحيان بقول بيبقى في شعور غير منطقي وتفاعل غير منطقي. الدوري لسه طويل وفي نفس الوقت وضعنا الحمد لله في جدول الدوري جيد جدا، ان شاء الله نقدر نستغل حتى المؤجلات اللي موجوده لصالحنا ان شاء الله. فبيبقى في استغراب شويه طبعا، وبقول بتبقى يعني بعض المشاعر مش بتبقى لمصلحتنا، لان اكيد احنا مسؤوليتنا طبعا، بقول لك النادي الاهلي مسؤوليه كبيره جدا واحنا عارفين الكلام دوت واللعيبه عارفه الكلام دوت ومسؤوليتها تجاه الكيان وتجاه الجماهير، لكن اكيد المسؤوليات ديت بتعمل ضغط. ففي بعض الاحيان ما انت حتى بيبقى في عوامل اضافيه ان تشعر ان الجماهير زعلانه او تشعر ان النتائج حتى في بعض الاحيان ده وارد جدا ولابد ان انت تخرج منه بشكل سريع جدا، لان بقول لك ما فيش فرقه في العالم بتستمر ان هي تفوز بس على طول وعروضها تبقى فيها استقرار على طول، لكن بيبقى في تباين، لكن التباين ده بنسب معقوله. واكبر امثله يعني بتشوف ريال مدريد، بتشوف فرقه كبيره جدا. فبقول لازم ان احنا نتعامل بمنطق شويه، لان المنطق بيساعد اللعيبه بشكل كبير جدا، وده اللي انا ببقى حريص وده اللي انا بتحمله لوحدي يعني. لكن انا طبعا ببقى مع الجماهير، وبالعكس يعني كل هدفي اسعاد جماهير النادي الاهلي، لان هي دي الاساس اللي احنا كلنا بنشتغل عليه، يعني مجلس الاداره الكيان الاهلي الكبير ده كله، كل الهدف هو اسعاد جماهير النادي الاهلي وانك تفرح جماهير النادي الاهلي. وانا كمدير فني ببقى سعيد ان كل مباراه بتخطاها بحس بفرحه الجماهير، دي اكتر حاجه بتسعدني يعني. طيب كابتن حسام، طبعا اسمح لي اتكلم معاك بصراحه بعد الكلام والاقاويل اللي خرجت خلال الفتره السابقه عن طلب الكابتن حسام البدري رحيل بعض اللاعبين عن صفوف النادي الاهلي، وخصوصا ان احنا خلاص داخلين على فتره الانتقالات الشتويه شهر يناير. طبعا الكلام ده غير منطقي، وكلمه رحيل دي ان انا اطلب رحيل مش موجوده في النادي الاهلي، لان انت ما ينفعش تيجي تقول رحيل لاعب او كده، لان حتى الالتزامات اللي عندك والهيكل اللي عندك اذا كان هناك بعض المتغيرات اللي بتحصل في كرة القدم وبالذات في الفرق الكبيرة، الطبيعي جدا ان في بداية الموسم بيحصل تغيير، مع فترة الانتقالات اللي هي في يناير بيحصل تغيير، وده منطقي جدا، ودي بتستوجب عليك انت والمسؤولين في النادي الاهلي مجلس الادارة اللي هو طبعا بينوب عن مجلس الاداره لجنه الكوره اللي هي موجوده برئاسه رئيس النادي طبعا كابتن محمود الخطيب، لابد ان فتره الانتقالات لابد ان انت تشوف التزاماتك ايه المستقبليه، ارتباطاتك ايه المستقبليه، فبالتالي بيبقى في بعض الافكار عندنا وبعض المتطلبات اللي موجوده عندنا الخاصه سواء باستبدال بعض اللعيبه او استخدام بعض اللعيبه او حتى اعطاء فرص لبعض اللعيبه اللي موجوده عندنا، اذا كنت بتشوف ان الفرص بالنسبه لهم هتبقى بسيطه جدا، ممكن بتبقى اعاره زي ما احنا عاملين اعاره مثلا للاعب ناصر فهمي بتاع سموحه وناصر ماهر اسف وناصر ماهر اسف طبعا وتحسن او يعني الاعاره دي فادته بشكل كبير جدا. عشان كده كمان بنفكر ان شاء الله ان الموسم ان ناصر يرجع تاني نتيجه استفادته ان احنا اعرناه لعب بشكل مستمر عكس ما يكون موجود في النادي الاهلي، ما بقى كانت هتبقى حتى مشاركته بسيطه جدا، ما كانش هيحصل التطور اللي حصل في مستوى ناصر. فانا بدي امثله على كده، فانت يعني بيستلزم التوقيتات اللي بقول الانتقالات الشتويه او مع بدايه موسم ان انت بتناقش الكلام دوت. لكن حته رحيل دي انا ما طلبتش ان اي لاعب في النادي الاهلي يرحل، البعض حتى بيقول على لعيبه واسماء كبيره جدا ان انا طلبت ان فلان يرحل، لا الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مش مظبوط. لكن انا دائما بوضح بقول ان المشاركه الفنيه والمشاركه بتبقى حق اصيل للمدير الفني، وفي نفس الوقت
مرتبطه باشياء كتير جدا، وهو دوت المعيار اللي موجود عندنا والناس عارفه كلها، لكن البعض بيحاول يستثمر طبعا الوقت دوت على اساس يعمل يعني اثاره ويعمل في نفس الوقت يبقى في حاجات فيها قلاقل. بالنسبه للنادي الاهلي، ان احنا على طول انت عارف هدفنا ان احنا نبقى مستقرين، وده اسلوبنا سواء على مستوى الاداره عندنا، الاداره في الكوره او الجهاز الفني او حتى عن طريق مجلس الاداره، كل هدفنا بيبقى الاستقرار والبعد في وجهات النظر والمنطقيه في وجهات النظر. ما طلبتش ان اي لاعب، وانا باكد اهو، ما طلبتش ان اي لاعب يرحل على جميع المستويات وجميع الاسماء، لكن البعض بيحاول يستثمر الكلام دوت، والكلام ده مش مظبوط يعني. اذا يعني ده طبعا تاكيد من كابتن حسام البدري ان هو ما طلبش ان اي لاعب يرحل عن صفوف النادي الاهلي. لكن بمناسبه المشاركات يا كابتن حسام البدري، يمكن البعض بيتكلم خلال الفتره اللي فاتت ايضا عن مشاركه بعض اللاعبين، غياب بعض اللاعبين عن المشاركه دي ايضا. دي ايضا جزئيه بيتكلم فيها البعض، سواء جمهور النادي الاهلي او بعض الاعلام. رؤيه حضرتك للجزئيه ايه، ورد حضرتك على الجزئيه دي؟ هو طبعا انت سؤالك سؤال طبعا جيد جدا، وبخصوص المشاركه البعض بيقول ان في لعيبه كتير جدا ما بتشاركش، واذا عملت احصائيه لعدد اللاعبين اللي شاركوا من بدايه الموسم لغايه دلوقتي هتجد ان تجاوزوا ال 32 لاعب تقريبا، فكم كبير جدا تقريبا. يمكن انا القائمه بتاعتي طبعا 30 لاعب بس، بالاضافه لبعض اللاعبين اللي هم تحت السن، فما يشارك عندك 32 لاعب، ده اكبر دليل ان في كم كبير جدا اسف من المشاركه، ان ناس كتير شاركت. لكن الناس بتستشعر ان مفيش مشاركه لبعض اللاعبين، لان خلي بالك ثبات التشكيل مهم جدا، لكن مع ذلك انت الكم الكبير ده شارك، فبالتالي يمكن بتستشعر ان في ثبات في التشكيل، بالرغم ان بيحصل تغييرات بيحصل روتيشن، لكن طبعا مش بشكل كبير جدا على اساس ما حصلش تاثير على الانسجام الموجود في الفريق. بيبقى في حسابات اكيد يا كابتن حسام بالنسبه لك في موضوع المشاركه ده، يعني مش الناس يمكن بتطلب بعض اللاعبين يشاركوا، لكن حضرتك بيبقى ليك اكيد حسابات وحسب الرؤيه الفنيه وجاهزيه بعض اللاعبين للمشاركه، ده الكلام صحيح؟ كلام مظبوط طبعا، كلامك منطقي وكلام مظبوط، لان المشاركه مش بتبقى لمجرد المشاركه، لمجرد ان انا عاوز اشرك عدد، او لمجرد ان انا عاوز اشرك لاعب ما بيشاركش، لا لانها ليها معايير. اولا لابد يبقى في معايير، وهي الجاهزيه البدنيه والفنيه والانسجام، المؤشرات اللي انت بتديها في التمرين، جاهزيتك، المنافسه، تمام، المحافظه على وتطوير مستواك، ده مهم جدا، لان زي ما انا بقول يعني بتجد في بعض المراكز بيبقى موجود اكتر من لاعب، بيحصل منافسه، مش مجرد ان اللاعب بيلعب يعني ماتش مش كويس بغير على طول، لا بيبقى في فرصه شويه. لكن اكيد لو حصل ان مفيش اقتناع او مفيش يعني اداء بالشكل المطلوب، لا بيتم المنافسه وبنشارك لعيبه اخرى، ويبقى في منافسه بينهم وبين بعض. وفي نفس الوقت هناك بعض الحالات اللي هي بتشارك بشكل مستمر، لكن لابد زي عبد الله السعيد، يعني عبد الله السعيد بيشارك بشكل مستمر، هنريحه الفتره الجايه طبعا برضو لاسباب خاصه بعبد الله السعيد، لابد يبقى في ريكفري في الوقت دوت لعبد الله السعيد، يعني غالبا ممكن ماتش النصر مش هيبقى موجود. فكلها ليها معايير وبنحسبها بمعايير، وكلها لمصلحه الفريق يعني. السؤال الاخير فيما يخص اللاعبين، بس المره دي مش هتكلم عن لاعبي النادي الاهلي، هتكلم عن فتره الانتقالات الشتويه، شهر يناير خلاص كمان 3 ايام بالتحديد. كابتن حسام البدري اكيد بتفكر في تدعيم صفوف النادي الاهلي، بتفكر بالتحديد في خط الدفاع النادي الاهلي، هل حسمت موقفك في التعاقد مع بعض اللاعبين؟ هل في طلب وجه من كابتن حسام البدري سواء لجنه الكوره لاداره النادي الاهلي في اتجاه التعاقد مع بعض اللاعبين؟ زي ما احنا عارفين يمكن يعني بعد تشكيل لجنه الكوره، ويمكن في خلال فتره بسيطه جدا بعد ما الكابتن محمود الخطيب شكل لجنه الكوره، يمكن اجتمعنا اللي هي مكونه من الكابتن علي عبد الصادق وكابتن عبد العزيز عبد الشافي كابتن زيزو، اجتمعنا مرتين في فتره زمنيه قليله جدا، وكل تركيزنا على المرحله اللي جايه، مناقشه احوال الفريق والتدعيم اللي محتاجه الفريق، الاعراض اللي احنا ممكن نعملها تبقى فيها ايجابيه على الفريق زي ما قلت لك، يعني مثل حاله ناصر ماهر، فكل الكلام دوت اتناقش، لكن مفيش حاجه اتحسمت، لكن اطرحت اسماء، اطرحت افكار،
كلها بتكليفات من لجنة الكورة بيشتغلوا فيها، وإن شاء الله نوفق، لكن طبعا يعني مش هقدر أديك أي بيانات يعني. أنا سؤالي بالتحديد كان على خط الدفاع، طبعا أكيد عندنا لاعبين كبار جدا في خط الدفاع، لكن أنا بتكلم عن نقص العددي في هذا الخط، فأعتقد كابتن حسام بدري محتاج حد في خط الدفاع. هو مش نقص عدد، لكن هو عندنا يعني كان في باد لك شوية في الفترة اللي فاتت، ويمكن حدش بيشيد برضه بالكلام دوت، بالرغم إن إحنا عندنا غيابات كبيرة جدا جدا جدا. يعني شفنا رحيل حجازي، غياب رامي، غياب سعد، اما تتكلم غياب نجيب اصابته ومحدش يتكلم على الموضوع ده، ومع ذلك تستشعر ان في ثبات في الاداء، وفي نفس الوقت ان مفيش مشكله، لكن كسبنا عنصر جديد والحمد لله بحمد ربنا. ان يعني انا كانت ليا وجهه نظر في ايمن اشرف ان هو يلعب في المكان ده، وكنت مصر ان انا، ويمكن البعض قال لي انت عندك ثلاثه في مركز الظهير الايسر هتجيب، لا قلت لا انا جايب ايمن اشرف عشان يلعب في المركز ده، ونشوف ان هو مكسب كبير جدا لينا الحمد لله. فاكيد بنناقش محمد هاني يا كابتن حسام برده، ده مكسب في الحته دي يمكن قدم يعني، لان محمد هاني انا برده كنت تحسبا للغيابات في تدريبات كثيره جدا بمرنه في الحته ديت، وبيبقى في تعليمات ليه في الحته دي، وشفنا المباراه اللي فاتت ادى بشكل مميز جدا. فان شاء الله باذن الله كل الامور اتناقشت، بحيث ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اي دروب لينا في اي مركز في الفتره الجايه ان شاء الله. نتكلم فيما يخص بقى مباراه الغد امام فريق اتلتيكو مدريد، وهي اكيد مباراه كبيره، لكن الهدف الاساسي منها بالنسبه للنادي الاهلي هو كان هدف وطني يا كابتن حسام، وخصوصا ايضا ان هيشارك مع في صفوف النادي الاهلي بعض اللاعبين العرب، بعض اللاعبين اللي بيشاركوا في الدوري المصري ايضا. لان لو تنافسيه لابد ان هي تبقى يعني خالصه ما بين نادي ونادي، يعني لو قلنا زي مثلا في اوقات كنا بنجيب برشلونه بنلعبها بفرقه النادي الاهلي، لكن لا مباراه الغد تختلف تماما. مباراه الغد هيبقى فيه مشاركه من بعض لاعبي الفرق العربيه من السعوديه ومن البحرين ومن الامارات، هيبقى في مشاركه من انديه زي المقصه موجوده معانا، زي انبي، زي موجوده من الزمالك، من الاسماعيلي، عملنا دعوه لكل اللعيبه دي، وفي ناس هتبقى موجوده، لان الغرض من مباراه الغد هي مباراه خيريه، يعني بهدف طبعا ان تبقى ضد الارهاب، وفي نفس الوقت الدخل بتاعها يخصص للشهداء، فطبعا مباراه خيريه بعيد عن التنافس خالص، لكن هي في سماتها طبعا ان كيان كبير زي النادي الاهلي هو اللي بينظم المباراه، هو الفكره، هو اللي بينفذها، اكيد دي طبعا بتبقى اضافه كبيره جدا للمباراه مع وجود فريق باسم اتلتيكو مدريد، لكن مش هتبقى تنافسيه، ودليل على كده ان كل اللاعبي النادي الاهلي اللي شاركوا النهارده مش هيبقوا موجودين بكره، وهم يعني القوام الاساس، فهي ما فيهاش تنافس خالص، لكن هي مباراه خيريه يعني. اخيرا اكيد في رساله انت حابب تقولها لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي، انا تملي باكد ان الجماهير دي جماهير عظيمه، وباكد حبي وانتمائي للجماهير بشكل خاص، ويمكن ده اللي انا اتربيت عليه، وده اللي النادي الاهلي عودنا عليه، ان الكيان كله لاسعاد جماهير النادي الاهلي، ولازم الجماهير تتاكد ان انا بعمل اقصى ما املك، اقصى ما املك في يعني يعني مش عاوز اقول حاجات خاصه بي، انا بضحي بيها باشياء كتير جدا عشان خاطر جماهير النادي الاهلي، وعشان اسعد جماهير النادي الاهلي، وعشان انجح في عملي، وعشان اقدر اسعد جماهير النادي الاهلي. فده انا اتربيت عليه، والكيان هو اللي علمني كده، وجماهير النادي الاهلي هي اللي خلتني ابقى بحارب وبقاتل وجاهد عشان اسعدهم، لان هم جماهير عظيمه، جماهير فعلا تستحق ان الواحد يعني يقاتل بكل ما يملك عشان يسعدهم، ويكفينا يعني فخر ان احنا بننتمي لجماهير زي جماهير النادي الاهلي. شكرا كابتن حسام، اتمنى لك التوفيق دايما ان شاء الله. شكرا، مشكور يا كابتن، شكرا. طبعا زميلي ايهاب، ده كان لقائنا مع كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي، اكيد كان لقاء هام جدا، اتكلمنا في العديد من الجوانب المهمه التي تخص النادي الاهلي، اكيد بنتمنى كل التوفيق للكابتن حسام البدري، كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، سواء في المشاركات الرسميه مع النادي الاهلي، سواء في بطوله الدوري، بطوله كاس مصر، ايضا بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله هنكون مقبلين عليها في شهر 3 بالتحديد. لكن خليني اقول لك ان انا لسه متواصل معاك يا استاذ ايهاب، وفي اطار طبعا الحديث عن مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد، خليني اخد معاك اول الحاضرين من النجوم العرب للمشاركه مع النادي الاهلي في هذه المباراه، وهو الكابتن اسماعيل عبد اللطيف لاعب نادي المحرق البحريني. طبعا برحب بيك في البدايه. حبيبي تسلم، مشكور ومشكورين يا اهل مصر عامة والنادي الاهلي خاصة على هذه الاستقبال والاستضافة الحلوة. منور مصر وهتنور النادي الاهلي ان شاء الله، وانت لابس التيشيرت بتاعه بكره.
ان شاء الله. والله اول شيء انا احب اعلن فخري وامتناني وشكري حق النادي الاهلي للاستدعاء الى هذه المباراه. ان انا امثل نادي الاهلي هذا شيء كبير، النادي الاهلي يمثل يعني من افضل الانديه العربيه يمكن على مستوى افريقي وعلى مستوى العرب ايضا. احب اشكر هيئه الرياضه برئاسه المستشار تركي آل الشيخ لجعل هذه المباراه الخيريه وريعانها اللي راح تكون حق اهالي الشهداء ان شاء الله. نتمنى ان هذه المباراه تكون ان شاء الله مباراه جميله يستمتع فيها كل الحاضرين كل الجماهير ان شاء الله. قول لي استقبلت ازاي دعوه النادي الاهلي بحضورك للمشاركه في هذه المباراه؟ والله طبعا اول شيء سمعت الخبر من السوشيال ميديا، من بعدها بيوم كلمني النادي بحيث ان النادي الاهلي عن طريق اعتقد شركه صلع كلم النادي وخطبهم ان اذا في امكانيه ان انا اشارك في هذه المباراه. فخبرني النادي طبعا ما ترددت، بالعكس هذه شرف كبير ان انا امثل نادي كبير مثل النادي الاهلي، وبس وقمنا بالاجراءات اللازمه وهذا انا اليوم عندكم الحمد لله. رايك ايه في الشعار اللي بتحمله هذه المباراه وهو السلام ضد الارهاب؟ طبعا احنا كلنا كدول عربيه عانينا من الارهاب بشكل يعني كبير في الفتره الاخيره. اعتقد ان سواء مصر تمثل البحرين وتمثل الخليج كله، تمثل كل العرب. فاعتقد ان احنا نشارك ونساهم احنا كرياضيين في هذه المباراه هذا شيء كبير وشيء بسيط احنا نقدمه حق الناس اللي اضحوا في روحهم عشان يعني عشان هذه البلد ولا عشان كل البلدان الخليجيه، يعني ها ما تمثل شهداء مصر فقط، تمثل الشهداء اللي في الوطن العربي كله. الرساله اللي انت حابب توجهها للشهداء بالتحديد وخصوصا ان هي المباراه دي او كل العائد الخاص بهذه المباراه سيوجه لاهالي الشهداء بشكل عام في مصر. اول شيء انا يعني حاب اقول لهم ان يعني شهدائكم هاي ضحوا عشان بلدكم وضحوا عشان بلدنا احنا يمكن شهداء جميع الدول العربيه. هذه المباراه يعني شيء بسيط احنا نقدمه لكم انتم كاهالي الشهداء، وتاكدوا ان احنا معاكم ضد الارهاب، وراح نوقف ان شاء الله وجها لوجه ضد كل الارهابيين. احنا كرياضيين راح نوقف معاكم انتم كاهالي الشهداء لنقضي على افه الارهاب اللي اذت جميع الدول العربيه في الفتره الاخيره. سؤالي الاخير ليك، ماذا يمثل النادي الاهلي بالنسبه لك وبالنسبه لدوله البحرين بشكل عام بقى؟ يمكن انتم ما تدرون شنو شعبيه النادي الاهلي في البحرين او سواء في الخليج بشكل عام، ترى انتم متابعين بشكل كبير. للامانه هذه مو مجامله، انتم نادي يعني النادي الاول في افريقيا. انا عن نفسي ما ابي اقول انا اهلاوي، بس انا اميل حق النادي الاهلي، احب العب النادي الاهلي، اتابع في البطولات الافريقيه. ايضا الزمالك، يعني انا ما ابي اقول الاهلي والزمالك ولا الاسماعيلي، بس يمكن الاهلي في الفتره الاخيره استطاع خصوصا في بطولات افريقيا وايضا في بطولات العالم اللي قام يشارك فيها كونه هو بطل افريقيا. فاعتقد ان النادي الاهلي عنده شعبيه كبيره جدا في البحرين في الخليج بشكل عام. شكرا، بشكرك. شكرا حبيبي، الله يسلمك، مشكور. ده طبعا كان لقائنا مع الكابتن اسماعيل عبد اللطيف لاعب نادي المحرك البحريني، هو اول الحاضرين للمشاركه في هذه المباراه. خليني اقول لك استاذ ايهاب ان هيتم وصول اللاعبين تباعا اللي تم استدعائهم او تم توجيه الدعوه من خلال النادي الاهلي ليهم عشان يشاركوا في هذه المباراه، واللي اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي بشكل عام في هذه المباراه، ونتمنى ان المباراه بالتحديد تخرج بالشكل اللائق والمطلوب الذي يليق بالنادي الاهلي وايضا يليق بكل جمهور الكره المصريه. عوده لك استاذ ايهاب. زميلي امير هشام، بشكرك على جدا لقاءين مميزين، سواء كان اللقاء المميز مع الكابتن حسام البدري او اللقاء الثاني مع الكابتن اسماعيل عبد اللطيف نجم الكره الخليجيه. طبعا تحياتنا وكل الشكر وتقدير للكابتن حسام البدري، مبروك كابتن حسام، وشكرا على التهنئه الخاصه لوجودنا على شاشه قناه النادي الاهلي. يمكن الكابتن حسام البدري هيكون له اللقاء كامل بعد البرنامج ان شاء الله، هيتذاع البرنامج كامل بعد اللقاء. يمكن الكابتن حسام ركز على عدد من النقاط، اتكلم بشكل كبير وقال ان الاهم هم الثلاث نقاط في المباراه، وقال النواحي المعنويه، وقال رساله مهمه جدا للجماهير، تعرفوش الواحد بيضحي ايه وبيعمل ايه علشان الفريق يؤدي بهذا الشكل وعلشان نكون متواجدين بهذا الشكل. اتكلم لا يكون في تدعيمات في الفتره الجايه، واتكلم ان اي تصريح على لسانه في الفتره اللي فاتت باستبعاد اي لعيب خاصه من اللاعبين الكبار المميزين ده مش موجود على ارض الواقع، واكد ان عدد كبير من اللاعبين شاركوا
قوام الفريق 30 لعيب، اكتر من 32 لعيب شاركوا في الفتره اللي فاتت، كمان لعيبه تحت السن، وقال ان الفتره الجايه هيكون في اراحه لبعض اللاعبين زي عبد الله السعيد، وقال انه في تواجد مع لجنه الكره لاختيار الانسب والافضل في المرحله المقبله. وشدد الكابتن حسام البدري على ان الفتره اللي جايه هيكون فيها اداء افضل ونتائج افضل، يمكن اعلن ان مفيش ولا لاعب من اللي شاركوا في مباراة اليوم أمام بتروجيتا هيكونوا مشاركين غدا بشكل أساسي أمام أتلتيكو مدريد. أكد على أهمية مباراة أتلتيكو، لكن قال إن مباراة بتروجيتا مباراة مهمة جدا في استعادة ثقة، قال إن في ظروف، في إجهاد لعيبة الأهلي اللي موجودة في المنتخبات، قال إن في أحيانا بعض الأسباب إنه ما يقدرش كمدير فني يطلع يعلنها ويقولها بشكل صريح، لكن هو بيعالج بعض هذه الأمور. أكيد عايزين نستوضح اكثر ونتكلم، واجدد الترحيب طبعا باستاذنا الكبير الاستاذ سامي عبد الفتاح اخذنا الرياضي الكبير، اجدد بيك الترحيب، حوارين مميزين، ولكن تعقيبك على كلام الكابتن حسام البدري. والله انا بدايه عايز اعقب على قرار لجنه الكره بتجديد الثقه في الكابتن حسام البدري، وده قرار يعني حسسنا فعلا ان في لجنه كره في النادي الاهلي. تحرك سريع جدا، كان في 5 جولات للنادي لفريق الاهلي مربكه شويه واحزنت جماهيره وفي نزيف للنقاط، فبسرعه اللجنه بقياده الكابتن خطيب وكابتن زيزو وكابتن علاء وعلاء يعني استطاعوا ان هم يعني يقربوا من الموقف وياكدوا ان مش النادي الاهلي يتهز من بعض النتائج اللي ممكن اللي وارده جدا في كره القدم، وقعدوا مع كابتن حسام وجددوا اكدوا الثقه فيه بغض النظر ان هو بينظروا يعني ايه في الانتقالات الشتويه او بتاع، بس كان لازم الاعاده تحصل. فيعني احساس جماهير الاهلي في ان وجود لجنه الكوره بهذه القوه شيء مهم جدا، ده بيدي دافع قوي للجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري واللاعبين ان في اللي داعمهم وبقوه لوصول، مش كفايه الجماهير، لازم برضو العقليه الكبيره الموجوده اللي بتدعم وبتنور الطريق للفريق. فيعني دي نقطه مهمه جدا، وانا بعدين بعلق على كابتن كلام حسام البدري، يعني هو طبعا مسؤوليه كبيره جدا على الفريق، ده بطل متعود على البطوله، يعني مش 39 بطوله يعني منهم بطولتين ورا بعض بقياده كابتن حسام البدري وتقريبا نفس مجموعه اللاعبين في اغلبهم، فالاحساس كبير جدا واحساس بمسؤوليه كبير جدا، فلازم كان يحصل يعني اهتزازات خفيفه. دي مساله يعني وارده جدا في الكوره، فيعني ليه الناس تصورت ان في خطوره على النادي الاهلي؟ حسام البدري بيشتغل، اللعيبه ما عادش تشتغل، الجهاز كله بيشتغل، الانديه الاخرى ليها احترامها طبعا وبتشتغل في الملعب كويس، الفوارق ذابت على فكره كابتن ايهاب، ذابت الفروق بين الفرق وبعضها ما بقتش موجوده بدرجه كبيره النهارده. لكن الكابتن حسام سامي اتكلم تحديدا عن التحام موسمين متتاليين، مشاركه عدد من لعيبه النادي الاهلي مع المنتخب تحديدا، يعني حط خط تحت عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يعني عايزين نريح، ده عبد الله السعيد يعني اما تعب يعني اسرع على المنتخب واسرع على الاهلي في وقت واحد، يعني الكابتن في تلاحم في تحديدا عايزين نريح عبد الله السعيد، لعيب يحتاج للراحه يحتاج للهدوء. كلام ورسائل واضحه جدا، ويمكن كمان عرج على نقطه مهمه جدا، قال يمكن الموسم الماضي الاهلي تعادل 9 مرات بالظبط، الناس كانت هاديه وبتاع لان كان في فارق وجاب من الاول بالزبط. لسه الدوري طويل ولسه فيه، يمكن عندنا في مباراتين مؤجلين للنادي الاهلي قبل استكمال المباريات. الدور الثاني بالذات احنا فاضل لنا ماتشين، يعني جولتين في الدور في جولتين في الدور الاول وبعدين نخش الدور الثاني. الدور الثاني بيبقى صعب جدا على كل الفرق، يعني اما بتدور على المربع الذهبي او بتدور على الفلات من الهبوط، فيعني هتبقى صعبه جدا. فيعني محتاج ان يعني مساله التدوير اللي عملها كابتن حسام في الفتره اللي فاتت دي كان لابد منها. 32 لعيب زي ما حضرتك قلت وهو قال كان لابد برضه منها، يعني مش معقوله هنحمل على اللعيبه على طول. رغم يا استاذ سامي ان الاساس هو تثبيت التشكيل. بالظبط ده يعني الاساس، الفرق اللي بتادي كويس وناجحه في ده الاساس عندها هو تثبيت التشكيل، ده الاساس. لما توصل الامور ان في نشاط متلاحق وبطولات على بعد يعني خطوتين منك،
فانت يعني زي ما عندنا عند الاهلي قريب جدا من السوبر وقبل منه ماتش الزمالك، احنا في منعرجين صعبين يعني جدا. طبعا بكره هذه الاحتفاليه وهذا الشكل ومباراه السلام ده مش هيكون فيه عدد من الاساسيين لعيبه النادي الاهلي خاصه اللي شاركوا النهارده، وده وفق تصريحات كابتن حسام البدري. يوم 2 يناير المباراه المؤجله امام النصر، يوم 8 الزمالك، يوم 12 المصري على السوبر، فيعني في زخم وفي مباريات كبيره. يعني بنتكلم في خلال اسبوعين ان احنا يعني فرقه الاهلي بتدق على باب بطولتين، يعني ما حدش يقدر ينكر ان ماتش الاهلي مع الزمالك ده عنوان بطوله. بالظبط بالظبط، مهم طبعًا. جدا، وفي بيخش في حسابات الاجهزه الفنيه انه ده ماتش بست نقاط مش بثلاث نقاط. يعني بعدين السوبر يوم 12 في ابو ظبي، وما نقللش ابدا من ماتش النصر. النصر النهارده فرقه كويسه جدا، متماسكه، عندها جساره في الملعب، تأدي بشكل حلو وتأدي بشكل وبتحقق مفاجات. يعني فيعني النهارده يعني انا برجع للتعبير اللي قلته ان في اذابه الفوارق بين الفرق وبعضيها. يعني صحيح في ناس تحت وفي ناس فوق، ده امر طبيعي جدا، انما النهارده ما فيش ماتش انت ضامن نتيجته من صفاره البدايه طبعا وحتى صفاره النهايه. الامر معلق، الجهد موجود. في ماتشات غريبه شويه زي ماتش المصري 6-3، 9 اهداف في ماتش واحد، طبعا دي حاجه غريبة. بس في ماتشات كمان ما بشوفش فيها اهداف خالص. فالنهارده يعني ثقه لعيبه الاهلي مطلوبه في هذا التوقيت. يعني اللي ظهر النهارده في الشوط الثاني اراده قويه جدا لتحقيق الفوز، فوز على بتروجيت 3-0، ده نتيجة جيدة. بس الأهم منه ظهور استمرار الإرادة للدقيقة الأخيرة من المباراة. يعني كان واضح النهارده بشكل كبير، بشكل كبير جدا، وده المهم. يعني رغم اللي كان في بعض التوتر، التوتر في البداية طبيعي جدا. بالظبط كده، في توتر في فرقة مش قليلة. كابتن محمد يوسف مدير فني بتروجيت فاهم فرقة الأهلي كويس، فبيتعامل معاها يعني بشكل جيد. فالمباراة في حد ذاتها كانت صعبة على الاهلي اكثر من صعوبتها على بتروجيت، ومع ذلك لعيبه الاهلي اظهروا مرونه كبيره جدا واراده كبيره جدا في الشوط الثاني، واستطاعوا ان يحققوا 3-0 الحمد لله. يعني يمكن الكابتن حسام ركز على الحديث عن رحيل بعض اللاعبين وخاصه اللاعبين الكبار، وقال بشكل واضح وبشكل صريح انه لم يطلب رحيل اي لاعب، وقال انه قرار المشاركه ده يخص المدير الفني فقط، فالرساله واضحه. بالظبط، يعني مش ممكن يقول انه طلبت رحيل حد، ولا الاجتهادات اللي بتحصل في بعض المواقع او الاخبار. عندنا الهدف الاول شايفينه على الشاشه، هدف وليد، هدف انا قلت في خبرات عاليه جدا، والناس شايفه بعضها في الخمسه سته متر الموجودين، وده شيء جميل جدا. ومثل هذه المهارات هي اللي بتحسم على فكره المباريات الصعبه. بالظبط نفس المنظر. بالظبط اداء طبعا في مساحات. كابتن حسام طبعا قال ان اللعيبه الاساسيه مش هتشارك، ولكن ارجع للعنوان اللي حضرتك كاتبه في مقالك بكره في جريده المسا، وهو مهرجان الخير والسلام للجميع. بص يا هبي، يعني الوقت النهارده لما نشوف كم الجنسيات المشاركه في هذا المهرجان، مش هنقول مباراه كره قدم، هو مهرجان كروي عالمي. جنسيات اتلتيكو مدريد اللي هو ثاني الدوري الاسباني، فرقه كبيره جدا فيها حجم من جنسيات مختلفه، فرقه الاهلي اللي هتتشرف بكره بوجود اكثر من نجم عربي ونجم مصري بيرتدوا الفانيله الحمراء في سابقه تاريخيه بالنسبه ليهم، يعني دي حاجه يعني تحصل لهم ويشكروا عليها كمان. يعني من زمان، من ايام الماتشات اللي كان بيحصل فيها تجمع بهذا الشكل ما شفناش الدمج ده. الدمج، فده مهرجان حقيقي، ده مهرجان وهدف. يعني طبعا كلنا اتكلمنا في يعني حضرتك اتكلمت فيه في الهدف الخيري اللي من وراءه، اللي هي رعايه اسر الشهداء، الشرطه والجيش، وحط وتعليم على السلام ضد الارهاب. يعني دي النهارده ما فيش مكان في العالم ما فيهوش ارهاب دلوقتي، يعني بدون استثناء. احنا بنعاني يوميا في مصر وفي منطقتنا العربيه، ولكن العالم كله بيعاني كمان طبعا. فالنهارده هذه الرساله لما توصل للعالم كلها، ان بكره القدم او بالرياضه بصفه عامه انت بتقاوم الارهاب وبتحط ايدك على ظهر وكتف الاسر الشهداء وبتحن عليهم، دي مشاعر جميله وانسانيه عاليه جدا. فانا عايز اقول ان يعني مش انا اللي بقول، الناس اللي هتشارك بكره هي اللي بتقول ان ده مهرجان
خير وسلام ومحبة. يعني منظر الدم ده شيء أصبح كريه جدا عندنا، لكن في نفس الوقت لازم يكون فيه إحساس بالسلام وبالخير. ده يعني أنا بشكر إدارة الأهلي على هذه المبادرة، وكتبت قبل كده أن دي ضربة معلم مجلس إدارة الجديد بقيادة الكابتن محمود الخطيب، أنه قدر يعني يتجاوز الحدود التقليدية وفي فترة وجيزة جدا، وده كان مرتب له لأن الكابتن محمود الخطيب قال في دور مجتمعي للنادي الأهلي. بالظبط، يعني ده مش جديد على مجلس إدارة النادي الأهلي بصفة عامة في كل الفترات، إنما طبعا إن يتفاعل المجلس الحالي مع الأحداث ويعني يوصل لهذا المهرجان بهذه السرعة بمشاركة طبعا طيبة جدا من تركي الشيخ رئيس هيئة الرياضية في السعودية، دي شيء جميل. ونتوقع يعني مناسبات اخرى اكبر بتكبر اسم النادي الاهلي اللي هو كبير اصلا، نادي القرن ونادي الاكثر تتويجا في العالم، يعني ده مش قليل. النادي الاهلي قاطره رياضيه قبل ما يكون يعني فريق كروي، لا هو قاطره رياضيه وكيان رياضي كبير. الرياضه النهارده قيمتها مش قليله، الرياضه النهارده في العالم كله يعني علامه كده مميزه ومضيئه للانسانيه. فالنهارده اللي بيحصل في النادي الاهلي النهارده مع مباراه اتلتيكو شيء يحسب لتاريخ النادي الاهلي، وكل لعيب هيرتدي النادي الفانيلا الحمراء بكره ان شاء الله. استاذ سامي، اكبر رساله حبيت توصلها في مقالك مهرجان الخير والسلام للجميع. الرساله بتقول ان الرياضه دي بوابه جميله جدا وسهله، وزي ما انت في مقدمتك النهارده دي قوه ناعمه لخلق اجواء انسانيه جميله طيبه، مقاومه الشر اللي هو الارهاب ده هو الشر بعينه، يعني ما مقاومه الشر في كل مكان. فالنهارده يعني الرياضه دي زي ما انا كانسان عايز اعيش في امان، الرياضه بتساعدني، بتوصلني لهذا الاحساس. القيادات الرياضيه كلها والكيانات الرياضيه كلها تاخذ بيدي وتاخذ بيد الانسانيه كلها، يعني ده الشيء اللي انا عايز اقوله في هذا المقال. واللي كان خدت مبادره فيه النادي الاهلي، ودي مش جديده على اداره الاهلي اللي هي دايما لها مبادرات قويه جدا ومفيده. يمكن زي ما حضرتك قلت وقلنا ان يمكن الاجيال دي ما شافتش الدمج اللي بيحصل ده، يمكن كان طبعا في السابق كان بيحصل تيجي فرق كبيره وبيحصل دمج بين اهلي واسماعيلي، بين اهلي وزمالك، ولكن ده جديد، وكمان الدمج على المستوى العربي والمستوى المحلي. طبعا الدمج ده مساله قديمه جدا، وطبعا في الاجيال في الستينات والسبعينات كانت موجوده، وفي التمرينات كمان كانت موجوده، بس كانت باهداف تنافسيه يعني لتدعيم فني فعلي. تنافسيه، وانما مباراه بكره هي مهرجان مش مباراه تنافسيه. فيعني يشكر اتلتيكو مدريد ان هو جاء للمساهمه في هذه المناسبه. اتمنى التكرار، وان احنا نشوف بقى مباريات تنافسيه في وقت لاحق، بس بعد ما منتخبنا بقى يشرفنا في روسيا، ونفكر دايما ان يكون في على الاقل مناسبه او مناسبتين خلال السنه نشوف دمج بين فريق الاهلي واخرين نجوم اخرين يقدموا قدام مباريات كبيره قدام منتخبات او فرق من انديه كبيره. يعني ما بقاش صعب جدا ان احنا يعني نطمع ان احنا نشوف برشلونه في مصر ولا ريال مدريد، مش صعب جدا على الاهلي. ادي اتلتيكو النهارده ثاني الدوري الاسباني وفي نخبه رهيبه جدا من النجوم. ان شاء الله يعني المناسبات جايه كتير، وفي الكوره وفي الغير الكوره، يعني وزاره الشباب والرياضه كمان يعني بتسعى في هذا، المهندس خالد عبد العزيز بيسعى في هذا جدا، ان يكون في مصر في احداث رياضيه مميزه في سواء يعني في المدن السياحيه شرم الشيخ والغردقه او في القاهره. دي مثل هذه الاحداث يعني بتقول للعالم مصر دي ايه؟ مصر دي فين؟ دي نقط يعني بكرر القوة الناعمة دي هي اللي بتعلم مع العالم كله. يعني شايف حضرتك ان الرسالة قوية وهتوصل للعالم بشكل مميز. بالظبط، انت بتبعت بأكبر قوة ناعمة في العالم بتوصل رسالتك. بالظبط، النهارده يعني مثل هذه الأحداث والتجمعات الرياضية
بتقول للعالم كله يعني النهارده طبعا يعني ده الوصول اهو طبعا يعني وصولهم في المطار والاستقبال الناس دي لما ترجع رساله امان كمان ترجع اسبانيا طبعا. ايوه رساله امان اما ترجع اسبانيا هتقول ايه يعني اسبان المواطن الاسباني ده مواطن يعني سخي جدا سياحيا ويحب يتحرك ويسافر ويروح فيعني لما يرجع حتى لو هم مش اسبان بعضهم طبعا مش اسبان بعضهم من جنسيات مختلفه جنسيات كتيره انما هيتكلموا مع الصحافه الاسبانيه هيقولوا ايه يعني هيقولوا إيه كلمه طيبه جدا وايجابيه جدا احسن من 1000 جوله يعني هيئه تنشيط السياحه اللي هي طبعا لها دور مهم جدا بس مثل هؤلاء ليهم دور كمان في تنشيط السياحه ورساله يعني عنوانه ان مصر دي بلد امنه محبه للسلام وده المعنى المهم الاكبر مقاومه للارهاب وده كمان معنى مهم قوي يعني النهارده الاعلام العالمي والدولي بيتفاعل معانا بيدينا حقنا اللي هو مجهد يعني من فتره طويله جدا لاسباب سياسيه الرياضه النهارده والكوره تحديدا والنادي الاهلي وعلى وجه الخصوص ازالوا كل هذه يعني العوائق وبيقولوا للعالم كله احنا بنعمل ايه واحنا مين واحنا بلد سلام شعب مسالم شعب محب للخير والارهاب ده دخيل علينا اينما كان هو زي ما هو النهارده مقتحم العالم كله ضرب في روسيا طبعا ضرب في امريكا في انجلترا بيضرب بلجيكا بهدلها فرنسا بهدلها طبعا يعني حتى اسبانيا بالظبط حتى اسبانيا يعني فالنهارده طبعا والمنطقه كلها مشتعله يعني ربنا يرحم يعني يرحم كل الشهداء وان شاء الله ده يعني عشان كده المشاركه العربيه كانت واسعه جدا وفي اقبال حتى اللي مش قادر يجي اعتذر بروح طيبه ده شيء جميل جدا نتمنى ان شاء الله يكون مهرجان ناجح وصوته عالي للعالم كله رساله سلام في طمانينه للعالم كله مصر الامان ورساله سلام في طمانينه وفي رساله في الدمج المحلي ولو تتفق معايا حضرتك في زيادة التعصب في الفترة اللي فاتت بين الفرق والجماهير النهاردة لما تشوف كل الفرق ولاعبي فرق كل الكابتن حسام تحديدا قال أكتر من فرق قال هنشوف من المقاصة هنشوف من إنبي هنشوف من الزمالك هنشوف من إسماعيلي هنشوف طبعا نجوم العرب لكن تحديدا على المستوى المحلي الدمج وتواجد هذه اللاعبين في هذه المباراة أكيد رسالة لكل الجماهير عن قيمة الرياضة نفسها. انت لمست نقطة مهمة قوي يا استاذ ايهاب بصراحة يعني احنا طبعا بنعاني بقالنا سنين من غياب الجماهير في ملاعبنا. وان كانت الجماهير بتظهر في ماتشات المنتخب بصورة رائعة. طبعا. ومؤثرة جدا وإيجابية جدا. ليهم دور كبير جدا في كأس العالم. بالظبط وحتى في المباريات الأفريقية اللي كان بيلعبها الأهلي كان أكثر من رائعة. ولما بنروح بره الاهلي بيلعب السوبر في السنوات الاخيره كان برضه الجمهور المصري الجمهور مشارك الجماهير المصريه فيعني النهارده لما يعني زي ما كابتن حسام قال يعني في لعيبه من مقاصه من الزمالك من مقاولين العرب من الاسماعيلي كل هذا الحضور لازم بقى يعني يعمل شك في دماغنا شويه يعني احنا عايزين الجماهير دي ترجع باريحيه للملاعب وتحس يعني لازم الجماهير تحس بالامان والمسؤولين يحسوا كمان بالامان ان ما فيش قلق ما فيش اي توتر ما فيش خطوات للخلف مره اخرى دي نقط مهمه جدا ما زال يا رب تكون المباراه بتاع مهرجان بكره ده يعني يشعرنا ان ممكن الجماهير ترجع فعلا في الدور الثاني زي ما قال المهندس خالد عبد العزيز وهنا بوريده في اكثر من مناسبه ان ممكن الجماهير ترجع مع الشوط الثاني وان كان يعني الكلام المعلومات اللي عندي ان هو هيبقى عدد يعني جزء شويه بمعنى ان الجمهور صاحب الملعب بس هو اللي يحضر هي اليه لعوده الجماهير هي بدايات كل احنا دلوقتي بنحط النقط على الحروف بالظبط حط النقط على الحروف سامي لما المهندس هنا بريده تحديدا في مؤتمر السوبر واتكلم قال من الدور الثاني هيبقى فيه عزف للنشيد الوطني ده معناه واضح ما هو النشيد الوطني مش هيتقال في الهواء كده اكيد في جماهير هتردد النشيد الوطني فهي رساله واضحه ولكن حضرتك بتقول في اليات لعوده الجماهير طبعا في اليات ونتمنى نجاح هذه الاليات يعني حسب معلوماتي ان في حضور جزئي لجمهور الملعب جمهور صاحب الفريق صاحب الملعب علشان ما يحتكش بجمهور اخر
وهتحدد عدد مباريات محدده لكل فريق ان يحضر جمهوره. طبعا دي بدايه، انا شخصيا مزعلاني، انا كان نفسي جمهور الطرفين يحضروا عشان يعني حتى لو باعداد قليله، حتى لو باعداد يعني قليله جمهورنا واعي برضه. عشان يعني احنا تجاوزنا كثير من يعني المخاطر في الفتره اللي فاتت دي، وابتدى الوعي يزيد، حتى الروابط اللي هي كانت سبب القلق في بعض الانديه سلوكها اختلف وبقى ايجابي جدا. مثل هذه الامور يعني كان لازم يعني نديها دافع اكثر، ان احنا نسمح بحضور عادي جدا في الملعب بعدد اقل نسبيا، يمكن السيطره عليه او يمكن يعني تاثيره. لكن هي برضه مبادره جيده لما هي تمت في الاول خطوه اصحاب الارض، بس الخطوه الاكبر خطوة. بقى على الجمهور نفسه، ان هو يعني الجمهور نفسه يقول ان دي نجحت، هذه الخطوه نجحت، يعني يدي مؤشرات، يشجع مسؤولين في سواء في الداخليه سواء في وزاره الشباب والرياضه سواء في اي حته، يقول ان دي خطوه ناجحه نبدا الخطوه الثانيه. احنا عايزين الخطوه الثانيه دي مهمه جدا، يا رب تكون مع بدايه الموسم الجاي ان شاء الله. هي البدايه فتح الباب لدخول جماهير ايا كانت الاليه. بالظبط. الخطوه الثانيه بقى في ايد الجمهور نفسه. بالظبط، ده بالظبط الجمهور نفسه لازم يعني، وده بنقوله كتير، الكلام ده احنا بنقوله كتير، الجمهور هو اللي هيرجع نفسه. يعني لما يدي بوادر كده يعني مش بس في المنتخب ولا في مباريات الاهلي الافريقيه او بتاع، لا في المباريات التنافسيه في الدوري، هو ده المحك الاساسي، المباريات التنافسيه في الدوري او في كاس مصر هو ده المحك الاساسي، ان خصوصا يعني على فكره انا عايز اقول ان كمان القسم الثاني فيه خطوره. في شيء من الخطوره، لان القسم الثاني المباريات بتبقى بعيده عن الاضواء شويه وبيحصل فيها مشاكل كتير. بيحصل فيها مشاكل كتير واقتحام ملعب وضرب فدي الحاجات دي كلها بتعمل يعني علامات حمراء على المساله الكبيره اللي هي عوده الجماهير. فيعني لا، عايزين كله بقى يشعر، والادارات الانديه تقوم بدورها، تبطل السلبيه اللي هي فيها دي. ادارات الانديه دي نقطه مهمه جدا، معظم ادارات الانديه فعلا عندها يعني سلبيه غريبه جدا وضعف مواجهه الجماهير، خايفه على كراسيها الله اعلم، خايفه على ايه مش عارف. فيعني مثل هذه الامور يجب ان تحسم، ادارات قويه تكون لها مواقف وتواصل مع جماهيرها يعني خارج المحافظات او في المحافظات. مش صعب ان اي نادي يتواصل مع جماهيره، مش صعبه خالص. يعني هي المساله في مثلا اهلي وزمالك هي دي يعني تبدو صعوبه شويه، ومع ذلك برضو ممكنه، يعني ممكنه في قيادات في الجماهير ممكنه ان شاء الله. مثل هذه الامور لازم يعني يبقى الجمهور مشارك. كان زمان الروابط تقول او من سنتين ثلاثه كان الروابط سيبوا لنا الملعب احنا نديره، لا طبعا كلام ما ينفعش، ولكن انت تكون شريك معايا، تكون شريك معايا في الاضاءه. ايوه بالزبط. تكون شريك معايا كاداره نادي، لان دي مسؤوليه طبعا في اداره نادي، ان انت تظبط الايقاع، تظبط السلوك، تدي صوره ايجابيه جدا للكل، لان انا يهمني كمشاهد كمان في التلفزيون ان انا اشوفك بشكل كويس، اشوف انا مش بس بشوف الملعب، لا انا بشوف كمان الجمهور ده شكله ايه بقى. مشاهده الجمهور دي بقت متعه لمشاهد التلفزيون، ان انا اشوف المدرجات دي لوحه جميله، سلوك رياضي. انا النهارده اما بوصل للصوره دي انا بقول ان انا بقى عندي اداره ناجحه، سواء في النادي سواء في وزاره الشباب والرياضه او في اتحاد الكوره او في الكيان كله، الكيان الرياضي، الاسره الرياضيه كلها. استاذ عبد الفتاح، كلام حضرتك مهم جدا، ورسالتك في مقالتك غدا في جريده المساء مهرجان الخير والسلام للجميع، وكمان تعليقك على بعض النقاط المهمه ورؤيتك لعرض عوده الجماهير وحديثك عن مباراه السلام، حديث شيق جدا. سعيد ومتشرف بوجود حضرتك معايا. انا اسعد والله، ويعني اتمنى نجاح المهرجان بكره ان شاء الله. هو ناجح اكيد، يعني ما فيش حاجه بيخش فيها النادي الاهلي الا ما بيحط بصمته ان شاء الله عليها. ورسالتك للجماهير رساله الاخيره، رساله للجماهير برضو، يعني رساله في الجماهير بكره، يعني عندكم نخبه من نجوم مصر والنجوم العرب موجودين في ارض الملعب، ونخبه من نجوم العالم موجودين مع اتلتيكو، عايزينهم يحسوا ان وجودهم ده شيء جميل وشيء ايجابي، من خلال تشجيعكم وخلال سلوكياتكم اكيد هتبقى ممتازه. ده احنا عايزين الصوره تكتمل،
في التسعين دقيقة اللي هيكون يعني هنشاهدها بكرة في استاد برج العرب. ده مهرجان وعايزين نشجعهم ان هم يقولنا بقى يتغلبوا من النادي الاهلي في السنة الجاية ان شاء الله. اخذنا الرأي الكبير الاستاذ سامي عبد الفتاح، بشكرك على وجودك معايا. تحت امرك. شكرا ليك. شكرا. لسه مكملين ورسالة سلام في ليلة مباراة السلام والسلام ضد الارهاب. هنطلع فاصل وهنشوف تقرير للاستاذ ماهر فهمي، ثم نعود وفقره ثانيه وضيف مهم جدا وكابتننا الكبير صخره دفاع النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي التاريخي الكابتن مصطفى يونس. النادي الاهلي طول عمره في الحركه الوطنيه في ثوره 19، نشيد الهلال والصليب فكري باشا اطلقه من النادي الاهلي هنا، وبقت بقى هو نشيد الثوره. فالنادي اللي بيطلع منه ده كله نادي وطني على مستوى عالي جدا، والاجيال بتورث اجيال الشعور الوطني ده. فطبعا احنا بنلعب للسلام الدولي، يعني بندي دلوقتي الصحافه العالميه هتهتم بيه. هتهتم بايه بقى؟ بان مصر اهي، مصر اللي انتم بتقولوا فيها وفيها وفيها، مصر اهي الناس في المدرجات والماتش هايل، ويا رب مستوى الماتش يبقى عالي كمان. فهتدي صوره جميله جدا تفرج عننا في السياحه ان شاء الله. الاهلي مش غريب عليه انه يلعب مع فرق عالميه واوروبيه، يعني الاهلي لعب كمان في كاس العالم للانديه وخد المركز الثالث. يعني ما فيش نادي في مصر عمل المركز ده لغايه دلوقتي، وما فيش نادي هيعمله. طيب نيجي نلاقي منشن جلادباخ، روما، بنفيكا، ريال مدريد، برشلونه. مدريد او مدريدشي، احنا غلبنا ريال مدريد 1-0 في المئويه بتاعت الاهلي. وبنفيكا ده كان ماتش رائع جدا، عمل عادل هيكل الماتش ده اللي عمل شهره عالميه لعادل هيكل مش محليه. وبعديها جاله عروض احتراف، كان اول واحد هيجيله عروض احتراف كان عادل هيكل. بس ما ننساش ان صالح سليم اول لاعب مصري احترف النمسا. فالنادي الاهلي سمعته العالميه كبيره جدا، مش سمعه افريقيه بس، يعني سمعته العالميه كبيره جدا. وطول عمره في مش الكوره، في اغلب الالعاب بيروح المانيا وسويسرا، ومعروف عالميا في العاب كتيره. اتلتيكو مدريد طبعا ده بيكمل المعزوفه اللي انا قلتها دي. واتلتيكو مدريد ده بيتلعب لحساب الشهداء بتوعنا، وهي مباراه للسلام. وطبعا احنا ما دام مباراه للسلام فاحنا بنديها تعظيم سلام، وعشان دي هتبقى الايراد بتاعها لانبى الناس ضحوا بدمهم ولوطنهم ويعطوا ويدوا كل حاجه لبلدهم. فمش قليل عليهم قوي ان احنا نعمل مباراه، نعمل مباريات. لكن النادي الاهلي سباق في انه يعمل مباراه مع اتلتيكو مدريد، وان شاء الله تبقى مباراه قويه. وانا يعني مبسوط قوي انه في الايام الاخيره لما بتسمح بدخول الجماهير اصبحت العائلات ترجع تاني للمدرجات. وانا نفسي اشوف النادي الاهلي كما انا عشته في الاربعينات والخمسينات. كان في المدرج الخشب ده مدرج الاعضاء، وكانت الاعضاء بيدخلوا بعائلاتهم، ما كانش في حرج من الكوره ولا الفاظ مزيئه ولا حاجه. وكانت بتقود الجوقه بتاعت الاعضاء دي كلها تنتصها ست كبيره ضخمه كده عظيمه معاها كراكه واهلي، ونعمل خمسه اهلي تسقيف. فكانت الست دي بتقود المدرج، ست بتقود المدرج يعني. شوف ما كناش بنخرج، يعني كانت التشجيع بتاع النادي الاهلي خمسه اهلي، واحد واحد اثنين واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه اربعه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وصفاره طويله واهلي اهلي اهلي. ما كناش بنخرج عن هذا الشعار ابدا في التشجيع. عاوز اشوف المدرجات فيها كده سيمفونيه من التشجيع النظيف، زي ما قلنا بتاع الخمسه اهلي
يعني يا ريت نرجع للحاجات القديمه دي بتاعت الخمس آلي وبتاع عشان نخلي فعلا المناسبه مناسبه، يعني المناسبه مناسبه، مش عاوزين خروج في التشجيع ابدا ولا بالفاظ وحشه، بالعكس عاوزين نميها نبقى لانها مروره للسلام يبقى جمهورنا كمان للسلام. ده ابسط حاجه الاهلي يعملها انه داخل المباراه يروح كله لحي الارهاب الشهداء، وان شاء الله النادي الاهلي يعمل ماتش تاني بس بعد ما يخلص مهمته في الدوري، خلص مهمته في الكاس، ممكن يعمل برضه ماتش تاني يخصصه برضه للشهداء، لان الشهداء دول بذلوا اغلى ما عندهم، بذل دمهم وروحهم عشاننا واحنا عايشين بيهم دلوقتي. النادي الاهلي مقدر ده جدا، النادي الاهلي طول عمره زي ما قلت لك جواد حسني خرج من النادي الاهلي قبل بلاء حسن جدا في الكفاح في بورسعيد ومات شهيد، فالنادي الاهلي الشهداء، ولما تيجي تعد الشهداء الاهلي في الحروب بتاعت الجيش من ابطال السباحين كمان وكده والرياضيين هتلاقي اعداد غفيره جدا كانوا ضباط في الجيش. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي ورساله سلام. رساله سلام في ليله السلام والسلام ضد الارهاب، ويمكن قبل الفاصل طبعا كان معانا الاستاذ سامي عبد الفتاح وكان كاتب مقالته مهرجان الخير والسلام للجميع، ثم تقرير مع واحد من نجوم النادي الاهلي في السباحه وواحد من نجوم النقد والصحافه. يمكن كباتن كانوا بيستنوا اكتوبر هتكتب ايه وهتقول ايه، ومجله اكتوبر في العصر الذهبي ونجوم النادي الاهلي اللي دايما بيدعموا ويسندوا وكلهم دور حساس جدا ودور كبير في النقد الرياضي. الفقره الثانيه هي فقره مميزه جدا، ان واحد كلكم بتحبوه، واحد كده من النجوم، دايما انا ليا مقوله بقولها كده على طول، بقول ان شعار النادي الاهلي ولوجو النادي الاهلي كل ما تبص فيه كل واحد بفترته او كل واحد بمقدار التاريخ والقرايه اللي أراها من سنة 1907 حتى الآن، كل واحد بيشوف في اللوجو رموز معينة، كل واحد بيشوف في الشعار نجوم، بيشوف في خيال النسر اللي طاير ومحلق، والصقر بيشوف فيه عدد من وجوه لاعبين. ضيف اللي موجود معايا في الفقرة الثانية هو واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار، ليهم تاريخ جدا كبير مع النادي الأهلي واسم كبير، ليه كلمة في الكرة المصرية، ليه كلمة مع المنتخب المصري، والآن كما تعود أن يكون ليه كلمة في كل مجال له كلمة كبيرة في الإعلام الرياضي المصري. ضيفي في الفقرة الثانية ضيفنا الكبير وكابتننا وصاحب البيت كابتن مصطفى يونس اللي احنا ضيوف عنده النهاردة. ميرسي جدا، أنا بشكرك على المقدمة الجميلة دي، وإحنا كلنا بننتمي لهذا الكيان والبيت الكبير. أنا مش عايز أقول لك يعني أنا جايب في أقل من تلت ساعة من آخر الدنيا يعني، وجاي وأنا عارف منشرح انك فعلا زي انت بتقول انت داخل بيتك، داخل القناه اللي انت بتحمل اسم النادي اللي احنا فنينا عمرنا فيه واللي ادانا كل حاجه، مش احنا بس اللي ادانا، احنا ما اداناش حاجه، اللي ادهولنا النادي الاهلي قد اللي احنا يعني عملناه، اضرب في 1000 اضرب في مليون، لان النادي الاهلي هو اللي بيعمل، ما حدش يقدر يعمل النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعمل بيكو وبيعمل ليكوا وانتوا بتعملوا النادي الاهلي، والنادي الاهلي النهارده احنا في ليله من اللي بيعملها النادي الاهلي بالظبط، ليله رساله السلام، رساله كبيره اللي يمكن فيها اهتمام جدا على مستوى العالمي، واللي النهارده كنا بنقدم واجب التعازي في شهداء مصر، وان هذه الرساله في توقيتها سواء كان على المستوى الانساني والدور المجتمعي او المستوى الفني ورسائل الطمانينه للعالم كله او على المستوى المحلي بوجود عدد من لاعبي الفرق، دي رساله للجميع اننا بننبذ التعصب والارهاب وكل شيء في رساله مجمعه في ليله على قناه النادي الاهلي. مفيش شك، ودي كان من ضمن برنامج كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وكان بيقول، ودي من الحاجات اللي عجبتني جدا، لان اسم النادي الاهلي بيحمل معاه 70 مليون على الاقل في مصر، فبالتالي دور النادي الاهلي في 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 الدور المجتمعي مهم جدا جدا. النهارده الاهلي بيبتديها بعد تولي المسؤوليه باقل من شهر ولا شهر ونص، يبقى لنا شهر دلوقتي، شهر وكم يوم كده، فالنادي بيتولى هذه المسؤوليه.
وبتتكلم في يوم السلام لان احنا عمرنا في حياتنا على مر تاريخ مصر هي المستهدفه. وزي ما بيقول سياده الرئيس احنا ما نتعداش على حد، احنا بندافع عن ارضنا وعن وطننا، فبالتالي هي مصر المستهدفه. والارهاب الغاشم الارهاب الدنيء اللي عايز ينول مننا لن ولم يستطيع على مر التاريخ، وعلى راسه الشيطان الاعظم اللي اسمه امريكا. وبعدين الحرب دلوقتي بقت في العلن، الاول كان بالوكاله والاول كان ضحك على الدقون، لكن زي ما بنقول دايما وان كان انا قريب من الحته دي شويه، الصقور وحط تحت الصقور دي بص 100 خط، رجال المخابرات العامه، رجال المخابرات الحربيه، رجال الامن الوطني، الناس دي ما بتنامش، الناس دي لازم يعني اجرهم عند ربنا، لان احنا مهما عملنا مش هنديهم حقهم. لكن ده الواجب في المرحله اللي فاتت، لكن ده الواجب. الواجب بقى بتاعنا الالتحام والالتفاف حوالين الوطن، حوالين الجيش، حوالين الداخليه، حوالين الرئاسه، ان هم مش عارفين. وانت رمانه الميزان في العالم وليس في الشرق الاوسط طبعا، وليس في المنطقه العربيه طبعا. ربنا جعلنا كده زي 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 البادج بتاع النادي الاهلي ده اللي قدامي في النص، وكله حوالينا واحنا رمانه الميزان في النص، ونحن مطمع من زمان من ايام الهكسوس والتتار والعثمانيين و لكن ربنا حامل بلد دي بشعبها وبجيشها. وهنا لازم نضرب مليون تعظيم سلام. وده طول عمري بقول الجمله دي، بص احنا كشعب كل واحد يقوم لنا الصبح يبوس ايده ووشه وظهر، ان الجيش ده بتاعنا، ان الجيش ده جيش مصر، والناس المسؤوله في الدوله دول وطنيين، يعني كلمه وطنيين كل واحد فيهم الصبح سواء الجيش او الشرطه خارج الصبح من بيته بيودع زوجته واولاده او ابوه وامه، حطت رقبته على ايده. ودي الكلمه اللي قالها سياده الرئيس لو تفتكر لما قالوا الدنيا تفيض واحنا نستقبل الرصاص في صدرنا مش الشعب المصري، لكن نحن جزء من هذا الوطن مع الجيش ومع الشرطه. وطبعا تعازينا لاخواتنا واهالينا، وانا مش متخيل غباء الناس دي يا خطيب بصراحه، يعني الناس دي اغبياء. ده اتحرق فوق التسعين كنيسه ولا اكن حاجه حصلت، ولا برضو على اهدافهم القديمه الملعونه مصممين. ما انا بقول لك دي ناس دي اغبياء. وبعدين ده يتعمل في اي حته في الثانيه. احنا مع احترام الكل اللي حوالينا من الدول العربيه، لا احنا قبائل ولا احنا احزاب ولا احنا اديان ولا احنا عقائد ومذاهب، نحن مصريين او مصريون. وده بيزيد المصريين تماسك طبعا، وهو دي ميزه الشعب المصري بقى. بص ميزه الشعب المصري ان في المحن تلاقي كله طبعا. انا كان عندي حلقه امبارح فبقول لهم احنا مش 100,000 ولا 200,000 ولا مليون قوات مسلحه، لا احنا 104 مليون طبعا جيش. فتعازينا لاهالينا، والرساله الكبيره بعض الفيديوهات اللي شفناها على يعني مواقع التواصل الاجتماعي، الارهابي ماسك السلاح بتاعه، الناس يعني الناس مش فيش دي حاجه عايزه تجري وراه، يعني كل واحد عايز يساعد بمقوتي. الولد الشاب المصري البسيط اللي الراجل عنده لافف نفسه بمتفجرات ومعاه رشاش آلي، ها، وبيجري وبيترمي عليه، ده ايه ايه ده؟ لا مش هو لوحده طبعا، ده الشعب المصري او الشباب كله واقف ان كله راح يترمي عليه. انت عارف ده لو انفجر يعمل ايه؟ طبعا ما تلاقيش حته في واحد. الحمد لله، ما الحمد لله ما تلاقيش حته في واحد. وهنا بقى التحيه والتقدير لرجال الداخليه، لان ده لو كان وصل للكنيسه كانت بقت مصيبه، كانت بقت كارثه اللي حصلت في العريش، ال 300 وشويه اللي ماتوا. وبعدين بيكلمونا في 15 واحد، و15 واحد ارهابي قاتل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال القصاص. ده القصاص بعد 3 سنين، ده القصاص مش راجل خارج من بيته بعدها بخمس دقايق يموت. يعني اي دين واي مله على راي شعيرنا الكبير، دين ابوكوا ايه؟ ده لا دين ولا مله ولا اسلام، ده ولا اليهود حتى كده يا راجل. يعني ده حتى اللي ما عندوش ديانه الملحد مش كده. لكن الحمد لله احنا شعب قوي، شعب الجبارين. والاخ ما بحبش يعني ربنا ينصرنا كابتن، الاخ اللي قال لك اللي حته خير اجناد الارض ده مش مظبوط، لا ده مظبوط ونص طبعا، ان احنا جيشنا خير اجناد الارض زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال. فتحيه لجيشنا وشرطتنا طبعا. دي طبعا بدايه انا سبت حضرتك تقولها،
وهذا الحماس المصريين اللي انت جاي بيه. وقبل الهوا انت كلمتني بحماسك وبحسك دايما اللي بنعاده فيك وطنيتك كابتن والدور المجتمعي اللي بنتكلم فيه صح. وهو الدور اللي النادي الاهلي قايم بيه. ومباراه يمكن بعد شهر بالظبط 30/11 30/12 يعني صح. بعد شهر تقريبا من الانتخابات بنقول ان في مباراه هتكون رساله للعالم كله، واحده من اكبر الفرق العالميه بكامل نجومها جاي، رساله طمانين وطمانينه صح. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين اهو صح. فرقه موجوده، نجوم مصر، نجوم من النادي الاهلي، نجوم من الخليج، نجوم العرب. الوطن العربي، تسليط الاضواء من كل حته على رساله السلام. كابتن مصطفى ازاي حضرتك شايف رساله السلام؟ انا زي ما قلت لحضرتك خطيب في البرنامج بتاعه قال ان احنا لنا دور في المجتمع، وهو ده يعني ما فيش ابرز من كده. بتجيب الفريق الثاني في الدوري الاسباني دلوقتي او من اكبر الفرق اللي في العالم، يعني الدنيا كلها تتابعك يعني، وكالات الانباء كلها تتابعك. هنا لازم نستغل الموقف. وانا كنت اتمنى، يمكن اللقاء كان بيني وبين الاستاذ جمال العاصي هذا الصديق العزيز طبعا كان مسؤول هنا عن القناه، بنتكلم او بيقول ان احنا لازم نجيب زوجات الشهداء وابهات الشهداء واولاد الشهداء عشان الناس تشوف الام المكلوبه والابن اللي تيتم والزوجه اللي بقت ارمله، عشان الناس تشوف. زي ما قلت في بدايه كلامي ايهاب، احنا عمرنا ما كنا متعدي على حد، احنا طول عمرنا في موقف دفاعي. احنا لو في موقف هجومي الله في سماء ما في دبانه تخش مصر، دبانه تخش مصر. لكن احنا بنقول هو دور الأندية العظيمة، الأندية الوطنية. انت خلي بالك اول نادي وطني في مصر هو النادي الأهلي، النادي الأهلي في تأسيسه طبعا بالظبط. فده جاي كله ده، يعني انا سعيد جدا لما ده حصل، يعني مش عايز اقول لك مدى سعادتي، لان عشان مباراة تعمل فاز التوقيت لما توعد بدري انت مجهز، انت ما خدتش يعني مش فجأة قلت هتجهز وهجيب فريق زي ده وارتباطاتك، انت مرتب كل حاجة بالظبط بالظبط بالظبط. فان شاء الله تبقى رسالة توصل للعالم كله. ارجو ارجو الاخراج يبقى على اعلى مستوى. نفسي الولاد اللي تيتموا دول يجي عشان الناس تشوف، مش احنا اللي بنعتدي، احنا دايما بيعتدي علينا، دايما الارهاب هو اللي بينول من ولادنا من شهدائنا، لكن نحتسبهم عند الله شهداء ان شاء الله باذن الله. وده دور مجتمعنا. ارجو 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 للمره المليون أن الرياضة كلها تساهم في هذا، ويبقى في كل سنة يا إيهاب ماتشات منتخب، ماتشات أهلي وزمالك لصالح دول، عشان الناس دي ما تتنسيش على مر التاريخ. أتمنى وكل خطيب بيسمعنا دلوقتي أن يتبنى الفكرة دي، النادي الأهلي كل مات كل سنة يعمل مباراة، يجيب البرازيل، نجيب وات ايفر، ريال مدريد، برشلونة، تقليد سنوي لصالح الشهداء، شهداء الوطن، شهداء الوطن. هتحط تأصل في 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 الجندي المصري والشاب المصري الوطنية، وده الدور المجتمعي للأندية. تمام كابتن، يمكن شاركته قبل كده في مباريات، يمكن الأجيال الجديدة ما شفناش مباريات اللي فيها دمج، لكن انتوا على أيامكم أعتقد أن كان في مباريات بتلعبوها كان بيحصل فيها دمج، بيجي عدد من نجوم الفرق الأخرى للتدعيم الفني وللشكل اللائق، شايفها إزاي؟ اولا ده شيء واجب، واحنا طول عمرنا حتى لو هنتكلم على المستوى المحلي لما يبقى في نجوم من الاهلي او الزمالك بيبطلوا، ويمكن لو دخلت على يوتيوب هتلاقي الخطيب لابس فانيله الزمالك، وهتلاقيني لابس فانيله الزمالك، وهتلاقي فاروق وحسن جعفر وفاروق جعفر لابسين فانيله الاهلي. فهنا ده اتمنى انه يحدث عشان ننبذ التعصب اللي توغل في بلدنا، اللي توغل في شبابنا الغير واعي اللي بيضحكوا عليهم. الاهلي والزمالك الصراع داخل المستطيل الاخضر فقط، لكن بره احنا اخوات واصحاب وكل حاجه، كل اللي انت عايز تقوله تقوله. يعني انا كان الكابتن صالح الله يرحمه يحكي لي عن مين؟ عن الكابتن يكن، الكابتن رأفت عطيه، الكابتن حنفي بسطان. بص كان دايما يحكي لي على الناس دي. لما كنت اروح نادي الزمالك ايهاب كان يا سلام يحكوا لي على الكابتن صالح وعظمه الكابتن صالح، كابتن رفعت الفناجيلي، كابتن طه، الجيلين العظام اللي احنا يعني شفناهم في بدايه ايامنا. فانا عايزين احنا لحد جيلي انا والخطيب وعبد العزيز وصفوت وفاروق جعفر والخواجه وغانم ومحمود سعد، الناس دي احنا كنا عايشين مع بعض، شبه عايشين مع بعض. احنا في الثانويه الرياضيه 3 سنين، في الكليه 4 سنين ولا 5 سنين،
في المنتخبات من اول منتخبات الشباب لحد ما بطلنا. ايه اللي بيغير الحاله يا كابتن؟ ايه اللي بيوصل الشكل ده؟ التعصب. واللي يهمهم ان يبقى في تعصب وفي حاله من الحراك الدموي او العداء في مصر. ما ده جزء من المؤامره اللي كانت علينا. انت رايح تشجع، انت تاخد بتاع مولوتوف ليه؟ انت رايح تشجع تاخد بتاع الشماريخ دي ليه؟ انت رايح تشجع رايح تشتم ليه؟ يبقى ده موجه، ده مش رياضه. احنا كنا بيبقى في 100,000 في الاستاد و100,000 بره. يعني انا افتكر ماتش جلاد بخ 100,000 بره و100,000 جوه. 100,000 تخيل، مفيش استاد وبره الاستاد، بره الاستاد 100، مفيش غلطه، مفيش حد الهوى بيعمل حاجه غلط. حتى في الماتشات المحليه انا برضو افتكر في سنه الله يرحمه بقى كابتن صالح ما كانش عايز الدوري يتذاع، كان لنا فلوس بقى وبتاع، انت عارف كابتن صالح يعني ما عشرتوش، ده كان اول قرار بعدم فالسنه الاولانيه دي ايهاب لعبنا الماتش جاب 4,000 جنيه، وانت عارف بقى المحله ايامنا كانت عامله ازاي، طبعا فرقه يعني طبعا. السنه اللي بعديها ما اتذاعش الماتش، جاب 104,000 والتذكره كانت ب 5 جنيه وب 3 جنيه والكلام ده، وال 100 100 رقم بالظبط. لا انت في 100,000 جوه و100,000 بره وما حصلش حاجه خالص. فنفسي نفسي نوصل لده، لان دي الصوره اللي هينقلها المجتمع الرياضي بانديته بجماهيره، وحط تحت جماهيره ده بص 100 خط ان مصر امنه. لما تبقى مصر امنه 100%، هيبقى في اقتصاد طبعا، هيبقى في سياحه طبعا. مش زي ما بيروجوا مصر فيها ارهاب ومصر فيها ومصر غير امنه، لا ده مصر امنه. رساله السلام بوجود واحد من اقوى واعظم الانديه في العالم بالظبط، وجوه رساله الامان دي والطمانينه الرساله المحليه بالظبط. يعني اللعيبه اللي بتيجي من يعني لعيبه الزمالك، لعيبه الاسماعيلي، لعيبه المقصه، لعيبه انبي، اللعيبه اللي هتكون موجوده، ودي هتكون بدايه لنبذ التعصب بقى. والاجيال دي تشوف اللعيبه مع بعض بتعمل ازاي، كلهم لابسين التيشيرت الاحمر. بعد كده ممكن الزمالك لو عمل حاجه نجوم الاهلي يروحوا يلبسوا التيشيرت الابيض. ماتش تكريمي كان مين؟ فاكر بس انت تقول الاهلي بقى. لا منتخب الاهلي والزمالك ضد منتخب الكويت، ماتش مصطفى عبده نفس القصه، الخطيب نفس القصه. ما احنا محرومين من الحاجات دي دلوقتي، احنا عايزين نعمل ده. ما هو الرساله بتاعتنا، ما هي بدايه بالظبط، بدايه الرساله بكره، بدايه الرساله، رساله السلام اتمنى تبقى للشعب المصري قبل ما تبقى لبره يا ايهاب، لان احنا محتاجين التلاحم ده، وخاصه جماهير الكوره. يعني انت بتتكلم احنا 104، ده في 104 موجودين، يعني هتقول مثلا 100 مليون وفي 20 مليون في بطن امهم بيشجعوا كوره. فبالتالي الكوره بالنسبه لنا حياتنا. الحاجه الوحيده اللي يلتف عليها حوالين مصر كلها الشعب المصري طبعا، هي كره القدم. العالم كله هي يعني الكوره دي بالظبط بالظبط، الرابط والقوه الناعمه دي الرابط، وجهات نظر يبقى احنا والرابط. يبقى احنا نستغل بدل ما نصدر مشاكل وكلام الك يا جاره، ها، بدل ما نصدر مشاكل للبلد، لا ده احنا نبقى بنحل مشاكل البلد. يبقى احنا بنساعد المجتمع المدني في دورك الطبيعي، دور الرياضه، انك انت كنادي اهلي، كنادي زمالك، كاسماعيلي، كاتحاد، الانديه الجماهيريه دي يبقى لها دور مجتمعي، دور مجتمعي. يعني اقول لك ايه، وده الهدف الاسمى من الرياضه نفسها. انا رحت مع منتخب الشباب برشلونه في اسبانيا، كانوا عاملين دوره هناك. بيعملوا هناك يا ايهاب، انت سي مثلا في عندنا في شبرا، حضرتك واخد مشروع في شبرا ب 500 مليون بكذا، يبقى عليك انت كمطور تعمل ملعب يشيل 4,000-5,000 متفرج طبعا، باوض اللبس، بحمام السباحه للمنطقه، زي ما عمل المهندس خالد عبد العزيز بصاله العاب اخرى، بصاله العاب جماعيه لكل منطقه. تخيل في حته قد كده فيها 20 نادي. احنا وانت بتوزع قطعه الارض بالزبط. موجوده فيها الملاعب هنا بالظبط، الاماكن هنا، الراحات هنا بالظبط. ليه بقى يا بوبس؟ عشان شبابنا اللي بيضحك عليه. انا شفت دلوقتي ولد في 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 الحياه عنده 23 سنة، من سنة بقى له 7-8 سنين ولا 9 سنين ضحكوا عليه الإخوان. الأول الصلاة والقرآن، اللي احنا ضعاف، اللي احنا ضعاف قدام ديننا، المدخل السهل اللي بيستقطبوا بيه الشباب. وبعدين دخل في القصة، بقى إرهابي، بقى إرهابي. احنا بقى نستقطب، احنا بقى رياضيين،
أندية الكبيرة ديت مع الدولة، يبقى لنا دور في المجتمع المدني إن احنا نعمل ده. هنتكلم في دور المجتمع المدني، وهنتكلم ونأكد على الدور الاجتماعي، ولكن هطلع تقرير وارجع اتواصل مع كابتن مصطفى يونس، نجومنا والنجوم الكبار ونجوم النادي الاهلي والنجوم القدامى، ماذا قالوا عن رساله سلام. أهنئ مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد على وجوده كابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي وبقية أعضاء المجلس بالكامل، لأن أنا ما هنيتهمش الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت شخصيا، طبعا هنيتهم، لكن فبحابب إن أنا أهنيهم من خلال قناة الأهلي. أعتقد إن دي حاجة جميلة جدا، مباراة زي ما أنت قلت يا أمير، هي مباراة للتاريخ أكتر من أي شيء آخر، مباراة وطنية بالدرجة الأولى، بتسهم في أشياء كثيرة جدا. البعض انتقد توقيت المباراة إن هي تاني مباراة للنادي الأهلي، ولكن المهم في هذه المباراة ليست النواحي الفنية، طبعا هتلعب فريق كبير وكل حاجة، وفي الآخر ده اسم النادي الأهلي، ولكن الأهم من اسم النادي الأهلي، الأهم من اسم أي شيء، هو اسم مصر. وبالتالي إن أنت تلاقي حد يلعب باسم مصر، وبتكون هدية من مجلس الإدارة أو بالتعاون مع مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد أو بيهديها للجمهور في وجود نادي كبير زي نادي أتلتيكو مدريد هنا في مصر، أعتقد أن الشيء ده شيء جيد جدا. حاجات جميلة جدا بتحصل، يعني يمكن الكواليس أنتوا عارفينها طبعا أكتر مني، لكن هي في النهاية حاجات أو مباراة مهمة جدا لاسم مصر أولا ثم لاسم النادي الأهلي. كفاية أن الناس تقول أن فريق أتلتيكو مدريد في مصر في ظل هذه الظروف الصعبة اللي بتمر بيها مصر خلال الفترة اللي فاتت في بعض الأوقات، يعني مش في كل الأوقات، الرسالة اللي بيوجهها وجود مثل هؤلاء اللاعبين العالميين الحقيقة في مصر من خلال مباراة ضد النادي الأهلي، أفضل فريق في مصر وأفضل فريق في أفريقيا، الرسالة هتوصل للعالم كله. ابتدت الصحف الأسبانية تقول ان فريق اتلتيكو مدريد هيجي يلعب، ابتدت انا كنت سامع ان هيتقال مسج بالعربي من كل لاعبي اتلتيكو مدريد. اعتقد ان ده شيء جيد جدا، وبيوري العالم كله قد ايه ان مصر امنه ومصر جيده وما فيهاش اي حاجه، وان الامور زي ما بتحصل في كل العالم، الارهاب موجود في كل انحاء العالم، ولكن بيحصل في اجزاء قد تكون بعيده شويه. في النهاية وجود فريق أتلتيكو مدريد أعتقد أنه هو خير رسالة لكل العالم أن مصر آمن. دور مهم جدا، هو ده دور النادي الأهلي، هو ده دور الأندية الكبيرة في العالم كله. تحية لمجلس الإدارة على القرار، قرار رائع، قوة في موافقة فريق كبير زي أتلتيكو مدريد، أحد ثلاث فرق الأقوى في أسبانيا وفي الدوري الأسباني. أتلتيكو مدريد فريق كبير، وكون أنه هو يوافق أنه هو يجي والدوري الأسباني شغال في ضغط مباريات كبير جدا. أنا بشكر كل المنظمين، السلام ضد الإرهاب، مصر آمنة، إن شاء الله 60,000 متفرج يدخلوا ويخرجوا في أمان، وينقلوا رسالة للعالم كله، يدونا تابلو رائع بمشاركة كل نجوم العرب، فكرة رائعة وضربة معلم، وجود نجوم من كل الدول العربية، هي مشاركة عربية رائعة، بتمنى أنه يطلع يوم حلو إن شاء الله. مباراة طبعا مهمة ومباراة كبيرة ومباراة زي ما انت قلت مباراة خيرية في الأول وفي الآخر، عشان كل الدخل بتاعها هيكون لصالح الشهداء بمختلف طبعا شهادتهم يعني. إنما في نفس توقيت يعني أنا كان نفسي، يعني مع احترامي الكامل للمنظمين بتوع المباراة، أنا كان نفسي تكون مباراة أهلي سك ضد أتلتيكو مدريد، يعني ده كان هيضفي نوع من القوة يعني والجدية وكل حاجة في المباراة، أكتر من إنها كون دلوقتي مباراة يعني ودية أشبه بمباراة الاعتزال. يعني إحنا جايبين احترام الكامل لكل النجوم اللي جاية، وربنا طبعا يوفقهم وأهلا بيهم في مصر، وأهلا بيهم بتشيرت النادي الأهلي، تشيرت كبير، وأعتقد إن كان فيهم ناس تتمنى إن هم يرتدوا التيشيرت ده في يوم من الأيام. إنما زي ما بقول لك، أنا كان نفسي إن النادي الأهلي، لعبت النادي الأهلي المتواجدة دلوقتي أو قائمة النادي الأهلي هي فعلا
اللي تكون موجوده، ولو حصل ان في يعني دعوه تكون لحسام غالي بس. انا دي وجهه نظري. حسام غالي هو كابتن النادي الاهلي من 6 شهور فاتوا واسم كبير وكان تكريما ليه ان اخر مباراه يلعبها مع النادي الاهلي كانت مباراه اتلتيكو مدريد، فده كان وجهه نظري ان القايمه بتاعت النادي الاهلي هي اللي تلعب فعلا المباراه، انما احنا هنشوف تيشيرت النادي الاهلي بس اسامي كتير جدا هترتديه. المباراه اتمنى ان الجمهور يستمتع بيها، هيبقى في 60,000 متفرج على حد علمي، فان شاء الله باذن الله كل الناس تستمتع بيها باذن الله. تحياتنا للجمله الكبار، كابتن اسلام الشاطر، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن وائل رياض شيتوس. رساله للجميع، ولكن الكابتن وائل رياض كان حابب انه يكون فريق النادي الاهلي بالكامل، ولكن الرساله اعمق يا كابتن وائل واكبر، وليه يا كابتن مصطفى؟ طبعا الرساله مش بتشكر، الرساله بنوصلها دور مجتمعي، بنوصلها للعالم. ولو اتكلمنا في الكوره انا برضو زي وائل كنت اتمنى بس يبقى في خارج السياق بتاع المشروع نفسه او الموضوع نفسه، هيبقى موجود مباراه يبقى موجود بعد كده الشكل. وانا متاكد ان هيبقى فيه واكتر من كده كمان ان شاء الله. لكن انا واحنا بنتكلم واحنا بنتفرج على زمايلنا جات لي فكره يمكن اتكلمت معاك فيها، ان احنا نعرض لمده 3 دقائق قبل ما يبتدي الماتش والناس كلها واقفه والناس كلها بتتفرج على العمليات الارهابيه اللي نالت من شعبنا ومن جنودنا ومن شرطتنا للعالم كله، لان هم ما بيشوفوش. لكن لما بيجي على ماتش كره زي اتلتيكو مدريد هتلاقي اسبانيا وكالات الانباء العالميه كلها عندك بكره هنا على فكره. بالظبط. هنا لازم نستغل الموقف، نعمل لهم برزنتيشن قبل ما يجوا او قبل ما يخشوا الماتش في الاستاد، واحنا بتتكلم في 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 صرح كبير بتاع القوات المسلحه مش برج العرب، مش كده الماتش؟ بالظبط. يتعمل برزنتيشن كده للاعلاميين بتوع اسبانيا، تعالوا بصوا اللي بيتعمل في مصر. زي ما حضرتك قلت تقريب صغار 3 دقائق تقريب 3 4 دقائق العمليات الارهابيه وبتاع ايه، عشان يعرفوا ان احنا والناس اللي تيتمت ديت والشباب والامهات والابهات، ده اعتقد هتبقى رساله قويه جدا للعالم. يعني رساله اكيد قويه، واكيد كل الناس بتبقى انظارها على الساحل المستديره او اكبر قوه ناعمه او قوه رياضه. اسم الكبير اتلتيكو مدريد، الاسم الكبير النادي الاهلي، نجوم الخليج العرب. نجوم العرب والدوري المصري، الشكل العام كله بيساعد، كله بيمد ايديه. اتحقق حلم بالتعاون بالترابط بالتجانس، اهداف كتير جدا. انا شايف كابتن الرؤيه حلوه قوي في الماتش ده، شايف الرساله، شايف التوقيت كمان جاي في توقيت مهم جدا ومميز. رساله انت بتعكس، انت عندك حصلت حاجه شخصيه او حاجه فرديه زي ما بيحصل في العالم كله، الارهاب مش في مصر ولا محل، الارهاب خلاص بقى موجود بقى دولي، بقى دولي، بقى دولي خلاص، وبالتالي والعالم كله بيعاني منه. ان في هذا التوقيت وان شاء الله الماتش يطلع بالشكل الكويس هي الرساله القويه، وكمان على الجانب المحلي الرساله واصله ان كل اللعيبه عايزه تشارك، كل الانديه عايزه تشارك. الرساله كبيره جدا ومضمونها اكبر. اكيد طبعا مضمونها زي ما قلت لك، مضمونها اهم من الماتش. مضمون الرساله ده هو الاساس، ان احنا زي ما قلت مش دعاه حرب ولا دعاه زي ما قال كده في كده في فقره كده بتاع رئيس مبارك على ليبيا. انت ممكن تاخد ليبيا، ممكن تاخد السودان، طبعا ده دول اهلنا ودول اخواتنا ودول ناسنا، لكن مصر عمرها ما كانت كده، عمرها ما كانت بتعتدي على حد او 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 زي ما بيحصل حوالينا او حد نتآمر على حد حتى. يعني احنا بس هي مسألة صريحة طبعا، عمرنا نتآمر على احد، عمرنا ما نتآمرنا على حد. ده انت في عز حالة الاغتيال بتاعت الرئيس مبارك انت كنت واقف كل وقت ورا السودان، في كل لحظه ورا السودان. ليبيا لما حصل نفس القصه انت واقف مع، هو مين اللي واقف حوالي جنب ليبيا دلوقتي؟ طبعا. احنا لا، ما ده دورنا بالظبط، ده دور احنا مصر كبار. وبعدين دور خلي بالك مش مجرد دور بس، دقه ده عمقنا الاستراتيجي وده امننا الوطني طبعا. مش امننا الوطني حدودنا، امننا الوطني السودان وليبيا، ده امننا الوطني وفلسطين، مش اسرائيل وفلسطين دي امننا الوطني. فبالتالي لازم نحافظ على ده، ودي رسالة قوية جدا. أرجو يا إيهاب، أرجو إن احنا نستغلها استغلال أحسن استغلال، زي ما أنت ما قلت الكورة الدنيا كلها بتتفرج عليها طبعا، العالم العربي كله. هتلاقي أسبانيا، أسبانيا طبعا وكالات الأنباء، وكالات الأنباء والصحف العالمية، لازم يبقى فيه أدلة دامغة وصور عشان تتنقل بره.
ممكن انت عارف اللي بيلعبوا في ودان الناس وبتاع والاعلام المضلل الخارجي، اهم حاجه توصل الرساله. ايوه بالظبط، خارجيا بالزبط. وصلت للناس وان شاء الله هتبقى بشكلها المميز بكره ان شاء الله باذن الله، توصل خارج الاطار خارج بشكل القدس. معين بالظبط ان شاء الله هتوصل، واعتقد اسم زي ما انت ما قلت في البدايه اسم اتلتيكو مدريد واسم النادي الاهلي اعتقد كبار جدا 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 في عالم ايه اللي نفسك تشوفه بقى بكره في المباراه؟ بعيد عن ما احنا اتفقنا الجانب الفني مش هنتكلم فيه، الكابتن حسام كان معانا في حوار مهم مع زميلنا الامير هشام وهيتذاع بعد نهايه البرنامج، اتكلم قال المجموعه الاساسيه اللي لعبت النهارده مش هتلعب وقال هيدي فرصه للعيبه العرب واللعيبه بيلعبوا في الدوري ولعيبه النادي الاهلي ما شاركوش في الفتره اللي فاتت. ايه الرساله او الصوره اللي حضرتك عايز تشوفها بكره؟ عايز اشوف الرساله من جماهير مصر، عايز اشوف اليوفط بتاعه رساله السلام للعالم كله اللي هينقلها التلفزيونات واعتقد العالم كله هياخدها، عايز الشعب المصري او جمهور الاهلي بالتحديد يثبت للعالم كله ان احنا لسنا دعاة حرب ولا دعاة استباحه. جماهير مصر كلها، جماهير مصر كل اللي هيروح بكره والعرب، تاكد ان في عرب بكره، كل الرساله دي توصل للعالم كله في اليوفط في كل حته تتحرك فيها الكاميرا مع الكوره ايهاب، يبقى في رساله الناس بتشوفها بكل اللغات عشان الناس تعرف ايهاب احنا بنحارب لوحدينا. خلي بالك سيبك من الافلام والاونطه والهقص والكلام ده، الرساله يعني باينه والتركيز عليك انت. ايوه لا ما انت خلاص بقى، ما هم خلاص تعبوا منك فبالتالي هم وقف لهم كل حاجه. خلينا في الكوره، ده انت وقفت لهم من 2000 ده عملوا جامعه في امريكا اسمها اداره الشرق الاوسط 2003. عايز تستمتع بالموضوع ده تجيب حمد عز الدين. يعني انا يعني لما كنت شغال في مودرن حمد عز الدين ده موسوعه، حمد عز الدين موسوعه وطنيه. ايه بقى وطنيه قدي مليون مره، طبعا انا راجل وطني. استاذ عبد الوهاب بعت لي من السعوديه، قلت لا في ناس احسن مني بكتير. عبد الوهاب توفيق طبعا، عبد الوهاب توفيق ده حبيب قلبي وحبيب الاهلاويه كلهم طبعا، بقى تحياتي يا استاذ وهاب. وبعدين النقطه الاهم بقى زي ما قلنا، بص الدور المجتمعي للانديه الكبيره طبعا اللي احنا ما نبقاش ماتش اتلتيكو خلاص، التعصب بقى اللي ماشيه الفتره اللي فاتت واللي تروج لها والوقيعة اللي حصلت بعد بين الجماهير دي بدايه، برضو دي بدايه. خلي بالك ما ده برضو مطلوب، كان مطلوب قبل كده الوقيعة، بس دلوقتي الناس بعد نجح في تحقيق الوقيعة بالظبط بالظبط، ولكن ما شفناش حد عايز يقرب، او الفكرة كانت صعبة على الناس او الناس مستصعبها قوي. اعتقد ان دي بداية بالظبط، دي بداية حلوة قوي، واللي بيحصل ده واللي الناس كلها بتشوفه على شاشة التلفزيون وما وحالة التآمر اللي علينا، لا ده بالعكس، والكرة متعة. يعني استجابه اللعيبه المحليه والانديه المحليه طبعا لطلب النادي الاهلي والترحيب بهذا الشكل، دي البدايه، ده في وعي. الوعي ده ناتج بس تمد ايدك، الاهلي مد ايده اول. هل هل, هل ممكن بكره نشوف عالم النادي الاهلي جنب عالم الزمالك جنب عالم الاسماعيلي جنب عالم النادي المصري؟ انديه مصر في الاستاد انديه مصر، احنا بنتكلم على الانديه الجماهيريه طبعا يا ايهاب، بنتكلم على الانديه الجماهيريه الكبيره ونادي الاتحاد. اتمنى هذا لان احنا كلنا مالناش بلد تانية غير ان شاء الله نشوف كل الاعلام، وتحديدا عشان جماهيرنا اللي دايما بتشاهد قناه النادي الاهلي. اكيد احنا فاصلين تماما بين الشق الجنائي والشق الرياضي، ملوش علاقه، ملوش علاقه خالص. الشق الرياضي الشق الجنائي خدوا عقابهم وخلصت وانتهت القصه بالزبط. خلاص احنا 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 في شق الوطن، احنا مش اهلي وزمالك، احنا مش في اهلي ومصري واهلي وزمالك، ولا لا 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 في المعنى الحقيقي للرياضه، في شق الوطن، في شق الوطن، تراب الوطن قبل الوطن نفسه. على رأي المطرب الكبير محمد فؤاد، يعني زي ما كنت بقولها لهم، يعني عارف يعني ايه كلمة وطن؟ هو ده الوطن، احنا بنتكلم في الوطن دلوقتي، ما بنتكلمش في أهلي وزمالك. الأهلي والزمالك والأندية أو ماتش بكرة إيهاب ده رسالة للعالم ورسالة لنا أيضا، إن احنا نعرف قوتنا في لمتنا مع بعض، وننسى الخلافات وننسى اي حاجه لان البلد مستهدفه. اعلامنا وجمهورنا ينجحوا بكره الحدث الكبير ده. طبعا طبعا هاب، انا مش عشان انا مصطفى يونس، انت 85 من الشعب المصري اهلاوي، مش مجامله. فبالتالي جمهور النادي الاهلي العظيم اللي معودنا دايما ان يقف ورا ناديه، لازم يقف ورا ناديه وبلده،
ناديه وبلده. واحنا مصر ربنا حميها زي ما قلت قبل كده وبكرر المره المليون بجيشها وشرطتها. فاكر لما كنا بنقفل البيبان وبيبان حديد تحت ربنا وبيبان حبيب على باب الشقق ربنا لا يعيدها وما تنزلش بنتك للمدرسه. انا اعرف ناس ما تنزلش ولادهم المدارس. ليه الناس مش بتنزل الشغل اساسا؟ بالظبط. مش يعني احنا يعني احسب دي بس يا ايهاب. بس عدينا الحمد لله واللي جاي افضل طبعا واللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله. لكن بكره النادي الاهلي وجماهير مصر العظيمه هتقدم رساله للعالم كله ان مصر امنه. والاهم من كده محدش هيقدر علينا. واللي هيقرب هتقطع رقبته مش ايده. هتقطع رقبته من اول الشيطان الاعظم لحد مش عارف ايه مش عايز اسمي يعني. كنت بتكلمني يا كابتن وبتقول ان بدايه امام بتروجيت النهارده كويس، الدنيا مشيت بشكل كويس، كان في بعض الامور والتوتر لكن الفوز بيجيب هدوء والدنيا بتهدى. وكان في قرار طبعا حكيم من لجنه الكره، ما حدش يتكلم بقى على مدير فني وما حدش يتكلم على حاجه، في استقرار، في مدير فني مستمر. وكابتن حسام بدري قال تصريحات مهمه جدا معانا في بدايه حلقتنا مع زميلنا امين هشام، لا طلبت لعيبه تمشي ولا طلبت اسماء ما تكملش، قال بس حق الجهاز الفني صح المشاركه. قال الناس بتقول ما بشاركش لعيب، 32 لعيب قائمه الاهلي 30 مع مشاركه بعض الناشئين، 32 لعيب شاركوا في المرحله اللي فاتت. والناس برضو او هو بقى كابتن حسام يقول لك ما انا لازم اثبت التشكيل. بص احنا ناس بتوع كوره بنتكلم بقى في الكوره. تمام. السياسه بنتكلم فيها بحكم الوطنيه. تمام. لكن بنتكلم في اساسياتنا حياتنا من واحنا بنحبي في الشارع. هذه المؤسسه المحترمه اللي اسمها النادي الاهلي لا تتدخل في الشؤون الرياضيه. انا لعبت 15 سنه في النادي الاهلي انا وجيلي، وفي ناس عدتني 18 خطيب ومصطفى وكده، ما شفناش مره صالح سليم دخل قال انت ما لعبتش ده ليه وما لعبتش ده ليه. فبالتالي العمليه متواصله لحد الخطيب. ويمكن اكيد انت تعلم لما سيد عبد الحفيظ جايب الفانيلا عشان يوريها للخطيب عشان يقول له اختار. طبعا طبعا الرساله وصلت. طبعا هو ده النادي الاهلي. طبعا انا ليا دور، انا رئيس النادي عشان سيادتك المدير اللي بتشاهد وقد تكون ما سمعتش الموقف ده. طبعا حضرتك عارف لما جه الكابتن سيد ومعاه حميده ومحمد رمضان مختارين تيشيرت، قالوا لا الكابتن هو اللي اختار. دخل على الكابتن، الكابتن بس مش انا اللي اختار، كابتن الفرقه واثنين لعيبه هم دول الاساس ويرتاحوا في الحاجه ونختار. لان احنا اتربينا على كده، احنا اتربينا والخطيب اتربى على كده. فهي دي قيمه النادي الاهلي. مش هغير حنفيه الحمام لازم تاخد موافقه رئيس النادي ولا مش عارف ايه ولا كاني ولا ماني، لا. وانا كنت واقف معاه من اسبوع كده، جات له سيده فاضله مشكله في العضويه، قال لي انا ما فهمش حاجه في العضويات، في واحد مسؤول، في مدير عام نادي وفي مدير عضويات، حضرتك تروحي هو اللي جالك. وخدتها انا وديتها لمدير عام النادي. مش انا مش بتكلم عشان انا هنا تخصص حلو، لا التخصص. احنا 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 وانا بحب كلمه احنا قوي دي، مؤسسه. يعني لما تتكلم على الجيش كمؤسسه تيجي على طول النادي الاهلي، المؤسسه المنضبطه وراها على طول النادي الاهلي، لان كل واحد عارف شغله وعارف شغله باخلاص. اقول لك حاجه، مش بقولها ان انا بجامل ولا انا بمسح جوخ زي ناس، لا. الخطيب لحد هذه اللحظه عيان، لا بكلمك فيها دي وانت شفته عيان يا ابني. يا ابني اقعد في البيت، اقعد يومين. والدكتور قال له اقعد يومين ثلاثه، لا مصطفى اقعد ازاي. هي دي قيمه اللي لبس الفانيلا الحمراء يا ايهاب، ده قيمه اللي يعرف يعني ايه النادي الاهلي. يا راجل ده انا ممكن اقول لك طوبه طوبه جوه النادي الاهلي، شجره شجره، اتعملت الشجره دي امتى واتشالت امتى واتحطت امتى. فده البيت الكبير اللي لممنا كلنا. فبالتالي يعني مهما قلت ومهما عملنا ومهما علينا ومهما كبرنا ومهما ومهما، هو ده الاصل، هو ده الاساس، هو ده اللي اتربينا فيه. فالمأمورية صعبه على الخطيب، واحنا مستنيين منه حاجات كتير جدا على راسها الاستاد. انا عايز بس ارجع لحسام البدري. اتفضل. ارجع للكوره. زي ما قلت لك صالح سليم والخطيب، انا قلت الخطيب عشان حته المدرسه اللي احنا اتربينا عليها. الخطيب عمره ما هيقول له امشي
وانا اتسالت السؤال ده مليون مره، حسام بدري هيمشي امتى؟ بتساله في الشارع حسام البدري ماشي امتى؟ خلاص كفايه عليه كده. احنا بنلعب ايه؟ بنلعب كوره، ممكن تكسب ممكن تخسر، النهارده كويس بكره وحش، بتلعب وحش وبتكسب وبتلعب كويس وبتخسر. نفسنا الاعلام يا ايهاب نوصل ده للجماهير، ان الكوره والرياضه متعه. احنا بنشوف ماتشات اوروبا دلوقتي، الشعب المصري خلي بالك بقى كله اسبانيا وانجلترا وايطاليا، ما بقاش الدوري المصري. الشركات الراعيه لما يبقى فيه 90,000 و100,000 في الاستاد، الدخل طبعا بتاع الانديه هيزيد. كل طبعا ده لازم نساهم فيه. فحته النادي الاهلي، حسام بكره ان شاء الله الماتش الجاي يكسب اول على الدوري. خسر المباراه رقم 55 او 54، يعني بقى له 54 مباراه بيكسب. هات لي كده فرقه في العالم. هو كابتن حسام برضو قال الموسم اللي فات كان عندي 9 تعادلات بس كان في فوارق والدنيا ماشيه، فما حدش اتكلم، يعني ما حدش اتكلم في 9 تعادلات والدنيا مشيت بالشكل. يمكن هو شايف ان في موسمين فيهم التحامات، شايف في لعيبه وجدا، يمكن تحديدا كمان قال ان الفتره الجايه عايز يريح عبد الله سعيد، محتاج يريحه الفرقه وبعض الاصابات والظروف ما كانتش مدياله الفرصه انه يريح بعض اللعيبه. خلينا نتكلم في التخصص. المسؤول الاول والاخير عن الفرقه حسام البدري، مش كده؟ مظبوط طبعا. احنا بنحلم واحنا عايزين في التكييفات، ما نعرفش هو اللي عايش مع اللعيب، هو اللي عارف. احنا بننتقد لما بنتفرج على الماتش، بنقول ده كان لازم، ده كان لازم، ده كان لازم، وده شيء طبيعي. طالما بتتكلم في نقد بناء او من وجهه نظرك انت، يبقى انت هنا ما انا انتقدت حسام كتير. هو يعلم مدى حبي ليه. وبعدين انا اللي ملاعبه، خلي بالك. انا اللي ملاعبه في الفريق الاول عشان تبقى عارف. فحسام الراجل بقاله سنين بيشتغل، وهو ليه الصلاحيه. في ناس لازم تلعب. انت لما قابلته في الكام ماتش اللي فاتوا كده وشفته، قلت له ايه؟ ما انت واقف. لا معي. احنا اتقابلنا قبل كده، قبل الماتشات ديت، انا وحسام اتقابلنا في النادي واتكلمنا في حاجات كتير، بس اسمح لي مش هقدر اقول الكلام. لا 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 انا فاهم طبعا، لكن اتكلمنا في عموميات وجهه نظر، وجهه نظره اقنعني واقنعه. كنت عايز توصل له ايه؟ كنت عايز اوصل له إن الكرة قوة وسرعة مش أسماء. بدليل لما لعبت الواد الصغير، طب أنا هقول لك حاجة، الجون أحلى جون جه لهون النهاردة؟ طبعا أنت عايز وقفة أحمد حمدي بتاع عبد الله السعيد. عايز وقفة أحمد حمدي. ما أنا بقول لك أنت عايز وقفة أحمد حمدي. الكرة اتنقلت كام نقلة؟ لقدام والسرعة. أول مرة أشوف كونتر أتاك في 3 4 لعيبة. هي دي الكرة يعني. ناطحها عبد الله واللي سجلها عبد الله. بالظبط. استمرت ازاي؟ بالظبط. بص ودي الهدف طبعا. هي 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 الكوره، هي بص 1 2 3 4 ولا دول 3 4 4 لعيبه اهو، ما بنشوفش المنظر ده. وانا مش هقول اكتر من الجمله دي، وحسام فاهم انا بقصد ايه، واتكلمنا مع بعض كتير. كل ما زودت عامل السرعه في الملعب كل ما كان. بعدين التغيير اول مره يعملها، طلع حسام عاشور ولاعب مين؟ ولاعب مهاجم او لاعب نص مهاجم. نص مهاجم. انا نفسي اعلامنا الرياضي المهسده الافاضل الزملاء المحللين نبطل كلمه اتنين ديفندر ولا ثلاثه ديفندر. نفسي الكلام ده ما بقاش في الكوره يا جماعه. لازم انا لعيب كوره لازم اعرف اجيب جول واعرف اباصي واعرف ادافع وانا مهاجم. ده في ماتش ميسي عمل ضربه جزاء في ال 18 بتاعه. هو ميسي الاسطوره ده مطلوب منه ان يرجع 18 ويعمل ضربه جزاء. عايزين نغير المفاهيم دي بقى يا ايهاب. عايزين نغير المفاهيم ان انا اخد منه احط هنا، اخد منه احط هنا. هو طبيعي يا كابتن لما تبقى بعض النتائج، الجمهور بينتظر نتائج معينه، البعض بيستغل ان ربما تكون نتائج مش ماشيه، الامور ما بيبصش لا الاصابات ولا الظروف. وممكن برضه من حبه للنادي اكيد، يعني لما كنت انا بتكلم بيشتموا ويعملوا، طب انا كنت بتبسط لان الناس بتحب النادي، جايز من حبهم للنادي. وبعدين انا كمصطفى يونس طبعا عايز ان الاهلي يكسب الدوري، لكن ما ياخدوش من اول دور. انت عارف لو كسبنا السبعه بونت اللي احنا خسرناهم دول كان بقيت انت الاول بكام بونت؟ كان الدوري خلص. هنفقد متعته. يعني السنه اللي فاتت انا فرحت بالكاس اكتر من الدوري. في انت كسبان في الدقيقه الماتش بيخلص جول فتحي، فحته التنافس دي لصالح الكوره. مش انا اهلاوي وكابتن النادي الاهلي،
التنافس لصالح البلد، لصالح المنتخبات، وصالح يعني صالح السنه دي الاسماعيلي ماشي بشكل كويس، الاسماعيلي هايل، واتمنى بالظبط، واتمنى انه يرجع، واتمنى ان الزمالك يرجع، لان التنافس من غير الزمالك مش هيبقى له طعم، وفي الاخر احنا اللي نكسب برضه. وقتنا بيعدي سريعا، رسالتك للجمهور بكره في رساله سلام، ارجو انك توصلوا رساله للعالم كله ان مصر امنه، وان مصر لن ولم تنكسر ابدا ولا حد هيقدر عليها. كابتن مصطفى شرفتنا. شكرا، شكرا يا ابو بس يا حبيبي، انا سعيد جدا. طبعا فقره مميزه جدا مع اسطوره من اساطير النادي الاهلي وصخر الدفاع مصر والنادي الاهلي، كابتن مصطفى يونس اللي شفناه بيتكلم بغيره على البلد. يعني عايز اقول كان معايا النهارده يمكن مفكر سياسي ومحلل سياسي اكتر منه محلل رياضي، لان الراجل شايل هموم هذا الوطن وكان عايز يقدم رسائل، لكن رسالته ليكوا كجماهير بكره وصلوا رساله للعالم كله، رساله سلام. فاصل سريع هنشوف تقرير مع بعض الاعلاميين هيتكلموا عن رساله سلام، ونرجع نختم بفقرتنا الاخيره والدكتور طارق الأطهر. ده مش غريب على النادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي اصلا هو تاسس ليكون نادي الوطنيين المصريين من سنه 1907، وبالتالي استمراريه هذا الدور، وهي دي عادات النادي الاهلي، وهو ده هي دي مبادئ النادي الاهلي، وهو ده اللي اتخلق عليه النادي الاهلي. ده استمرار بدون جدال للخط اللي طلع من 1907، واحنا النهارده بنتكلم في 110 سنين، فطبيعي انه ده يكون موجود، وخصوصا مع مجلس الاداره الجديد اللي هو مجلس بروح الفانيله الحمراء، نادي مجلس بيشيل كل المبادئ اللي تاسس عليها النادي من 110 سنين وبيكملها وبيبني عليها وبيزود. فمن المؤكد ان مباراه اتلتيكو مدريد وتخصيص دخلها لصالح شهداء، يعني اهالي شهداء الجيش والشرطه، رساله واضحه من النادي الاهلي انه انا مش نادي رياضي وبس، انا نادي الوطنيه، انا بعيش في مجتمع، هذا المجتمع حولي انا شاعر بيه وحاسس بيه، زي ما الناس دي دفعت دمها فداء لحياتي ولصيانه امن ولادي، انا كمان عندي دور بعمله، ده ليس منا ولا اي نوع من انواع المجامله، ده واجب وطني وليس غريبا على النادي الاهلي اطلاقا. الحقيقه المباراه دي انا وصفتها اكتر من مره يعني خلال شغلي انها تعتبر من اهم احداث العام الحقيقه، لانها بتجسد الدور المهم جدا للرياضه، الوجه الجميل للرياضه، مش بس للنادي الاهلي، ده لمصر كلها، والنادي الاهلي بيقوم بالدور ده بالنيابه يمكن عن كل الانديه المصريه، وممثلش نفسه خالص، بيمثل كل الانديه المصريه. اللي انا اعرفه انه النادي الاهلي داعي كتير جدا من النجوم في مصر وفي الوطن العربي، يوم مهم جدا، رسالة يعني غاية في الأهمية في وقت صعب جدا، العالم كله بيعاني من الإرهاب، مش مصر بس، يمكن مصر بتحارب الإرهاب يمكن بالنيابة عن العالم. إن شاء الله احنا ننجح في مهمتنا وفي حربنا دي. القوى الناعمة ليها دور مهم جدا، الفن والسينما والرياضة، والنادي الأهلي طبعا من أكبر الأندية مش بس في مصر، في العالم العربي، في القارة الأفريقية. النادي الأهلي في وقت قريب جدا كان بيتنافس على الأكثر تتويجا في العالم لاسم كبير، فطبعا دور مهم جدا، ونادي أتلتيكو مدريد من الأندية العالمية، فإن شاء الله يبقى يوم مميز قوي. بكم من جديد وبعد الفاصل رسالة سلام، ولسه مستمرين في ليلة رسالة السلام والحدث اللي بيشهده العالم أجمع، رسالة سلام ضد الإرهاب، رسالة سلام للجميع، رسالة سلام للعالم أجمع، رسالة طمأنينة كبيرة بوجود واحد من عمالقة كرة القدم الفريق الكبير أتلتيكو مدريد في ضيافة النادي الأهلي ونجوم العرب ونجوم الكرة المصرية.
على مدار فقرتين سابقتين الاستاذ سامي عبد الفتاح وكابتننا الكبير الكابتن مصطفى يونس اتكلمنا كلام كتير وكلام مهم، لكن هذه الفقره والفقره الاخيره تحديدا معانا كمبيوتر. ما جينا نشتغل صحافه وابتدينا نشتغل ما كانش قصه الارقام ولغه الارقام والانفوجراف والاجهزه الحديثه والبرامج الحديثه اللي بقت موجوده في الاجهزه كانت موجوده، ولكن كان في بعض الاعلاميين الكبار لما كنا بنقرا لهم كده ونشوف شغلهم كانوا سابقين وكانوا بيعملوا الشغل ده مانوال كده، لكن كنا بنطلق عليهم لقب الكمبيوتر، كمبيوتر الصحافه المصريه والنقد الرياضي الدكتور طارق الادور اللي مشرفنا ومنورنا. اهلا بك يا سهاب، انا سعيد اكون معاك وانت وحشني جدا طبعا، وحشني طبعا كل جماهير الكره المصريه وجماهير النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي اللي انا كنت واحد يعني من افرادها في وقت من الاوقات، فانا سعيد اكون معاك. نورنا ومشرفنا طبعا بدورك الكبير، وزي ما قلت والكلام ده انا بقول لحضرتك على اسلوبك وطريقتك دايما اللي اتعلمنا منك هذا الاداء واللي اخذتها اجيال، وابتدى الشغل يبقى دلوقتي فيه اجهزه وفيه برامج، لكن لما بنتكلم في مباراه ليها رساله وليها رساله هادفه جدا ورساله سلام وضد الارهاب، ولكن في جانب فني وفي اتلتيكو مدريد وفي نجوم عالم، كمبيوتر رصدها ازاي؟ هو طبعا الرصد الاول لمثل هذا الحدث الكبير هو دور الرياضه اللي ربما يكون الناس مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار المواقع وانتشار انت عارف حده لهجه الحوار اللي هي بقت كده، نسيوا كتير قوي الدور الاساسي للرياضه. الرياضه هي العنصر الوحيد اللي خلق من اجل الترفيه مش عشان نتخانق مع بعض، يعني الرياضه لما اتعملت او فكروا في ان يلعبوا رياضه كل لعبه كده افتكر تاسيسها، وانا كنت مره عملت كتاب على تاسيس تقريبا اغلب الرياضات اللي بتمارس في العالم، تلاقي ان بدايه تاسيس اي رياضه اما جم يلعبوا الكوره قال لك الكوره دي ايه، جابوا حته جلد كده ونلعب عشان نتسلى، اما جم في المراكب وفي السفن الحربيه الجنود كانوا بيبقوا متضايقين فكروا يعملوا لهم ايه، جيبوا السله الباسكت مقفول من تحت يرموا على الكره لما تنزل جوه تقف تبقى ده باسكت، بقت تحولت لعبه الباسكت. نفس الكلام الفولي، نفس الكلام اللعبات النزاليه، كل لعبه فعلا بتبقى الحاجات للترفيه اساسها ترفيه. السكواش في السجن في انجلترا حيطه مقفوله يخبط الكره في حيطه وترد بالظبط كده، كل لعبه على حده كان اساسها الترفيه. احنا حولنا الترفيه دوت مع مرور الوقت الى وسائل التناحر الاجتماعي دي، اللي انت واحد يقول كلمه يطلع نص يشتم ونص يقول له اوكي، فطبعا دي مش الرياضه اطلاقا. النهارده بقى الرياضه بقت ليها رساله، وبكره على وجه التحديد بعد ساعات من النهارده رساله تفوق اي حاجه تانيه في الوجود. والله لو جبت العالم كله يتكلم زي ما احنا قاعدين بنتكلم كده لن ياتي مثل الرساله اللي هتشوفها في مباراه كره القدم. مباراه كره القدم بين فريقين كبار الاهلي واتلتيكو مدريد، نادي الاهلي بتاريخه الكبير على المستوى المحلي طبعاً على المستوى العربي على المستوى الافريقي وعلى المستوى العالمي، النادي الاهلي على المستوى المحلي هو الفريق الاكثر في عدد الالقاب، بل ان يعني على مستوى لقب بطوله الدوري النادي الاهلي هو اكبر نسبه القاب على مستوى العالم، مفيش فريق خد الدوري اكتر من تلتين عدد المرات اللي هم الالقاب النادي الاهلي اللي حصدها فيه على مستوى بطوله الدوري. على المستوى الافريقي حتى لا زال هو صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب الافريقيه. على المستوى الدولي يكفي ان هو حقق برونزيه مره في كاس العالم للانديه اللي كنا نطمع ان هو يكون موجود فيها هذا العام ايضا. كل هذه الامور النادي الاهلي بشعبيته وبجماهيره مع نادي اتلتيكو مدريد يعتبر النادي الثالث في اسبانيا بعد ريال مدريد وبرشلونه طبعا اللي هم مسيطرين اكتر على الالقاب في الفتره الاخيره، لكن الحقبه الاخيره خلت من نادي اتلتيكو مدريد على وجه التحديد في السبع ثمان سنين اللي فاتوا خلوه نادي لا يقل في الشعبيه والحب على مستوى العالم عن الناديين الكبار اللي هم ريال مدريد وبرشلونه، وبالذات السنين اللي اتلتيكو مدريد ان يوصل مرتين 2014 2016 لنهائي دوري الابطال اللي هو المسابقه الاكبر في العالم على مستوى الانديه ويطيح بالاسماء بالظبط ان هو ياخد دوري من انياب الاهلي الاهلي والزمالك في اسبانيا، انا بقول الاهلي والزمالك برضه لان يعني انت اي نادي ياخد الدوري من الاهلي والزمالك في مصر
ده حاجة أنا شايفها إنها أسطورية، لأن النادي الأهلي والزمالك عندهم جماهيرية، عندهم آلة كبيرة من الإعلام، عن الأندية التانية ما عندهاش كده. فلو نادي صغير قدر إنه يوصل إنه ياخد دوري ده حاجة كبيرة جدا. ميزة تجربة أتلتيكو إنها مستمرة، مش حدث وانتهت، إنها مكملة، إنها متشافة. هي فعلا يعني أتلتيكو مدريد هو معاه 10 ألقاب للدوري الأسباني، ومعاه 10 ألقاب للكاس، ومعاه 2 سوبر أسباني، يعني 22 لقب محلي، ده برضو عدد مش قليل. يعني حتى اللي بعد الأهلي والزمالك عندنا هتلاقي الإسماعيلي 3 ألقاب في الدوري، والباقي كلهم لقب لقب لقب، المقاولين لقب، الأولمبي لقب، الترسانة لقب، المحلة لقب، يعني أدي 7 أندية اللي خدوا الدوري، فما فيش حد معدي الثلاث ألقاب. بينما تلاقي أتلتيكو مدريد جايب 10 ألقاب للدوري، 10 ألقاب للكاس، 2 سوبر أسباني، واخد وصل مرتين لنهائي دوري الأبطال، خد مرة كأس الكؤوس الأوروبية، خد مرتين كأس الاتحاد الأوروبي، يعني معاه ألقاب، معاه ألقاب محلية وألقاب دولية على المستوى الأوروبي، معاه كأس الانتركونتيننتال اللي هي كأس العالم للأندية سابقا قبل ما تبقى كأس عالم مجمعة، كانت بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا بيلعبوا، هو خد مرة هذا اللقب. فدي ألقاب تخلي من نادي ريال مدريد أمام النادي الأهلي مسرح العالم كله متجه إلى هذه المباراة، وبالذات في مصر وفي الوطن العربي. والفكرة الجميلة اللي عملها النادي الأهلي بأنه يستقطب النجوم العرب، ده حيوريك الرسالة الحقيقية للرياضة. لا يمكن حاجة تعوض رسالة الرياضة، لدرجة أن احنا نكون صراحة مع بعض، كل المجالات دلوقتي السياسية اقتصادية بتتمحك في الرياضة. يعني اللي عايز ينجح في مجال يتمحك، يشد معاه كده رياضة، يشد معاه نجم كورة، شركة كبيرة عايزة تعمل إعلان تروح جايبها كريستيانو رونالدو، مصنع عايز يتعمل في عالم، أكبر قوة ناعمة في العالم بالظبط. إحنا جبنا ميسي 5-6 ساعات، عملنا منه أفلام وقصص وحوارات، وعدى شهر نتكلم على صح؟ طبعا ده لعيب واحد، فما بالك بأن مباراة تجمع بين فريقين كبار في العالم، والرسالة ما أحوجنا ليها دلوقتي في هذا التوقيت. إن النهاردة الإرهاب الجبان يعمل يعني مجزرة أخرى من دماء المصريين، اللي أنا بعتبر إن هذا الإرهاب أشد وطأة من إسرائيل. يعني والله أنت لو حاربت إسرائيل أنت عارف عدوك، عارف عدوك مباشر، عارف عدو بيحاربك، أنت عارف هتقابله إزاي، هتحاربه إزاي. إنما أنت بتحارب واحد بيخش جامع من أيام يموت 315، يعني أنت زعلان على إنك أنت بتقول مثلا في شهداء لأي وقعة معينة 5-6، أنت بتموت ناس رايحة جامع. قل لي بالله عليك أي دين أي ملة تقول أن أنا واحد رايح واخد ابني أو 2 ولادي ورايح جامع طبعا يقوم يباد الجامع، يباد كل الرجال اللي جامع وعايز ادخل كنيسه. وبعدين المشاهد يعني اللي بتصور بالفيديو لبعض القتله والسفله والارهابيين بيبان انهم اشخاص غير طبيعيين بالمره، باين عليهم. يعني اتخيل هذه الرساله اللي لازم نوجهها، بس اي منبر وجهناه من منابر سياسيه، ووجهناه من منابر اعلاميه، وجهناه من منابر اقتصاديه، نكلمنا على إن كيف نواجه هذا الارهاب من كل المنابر، لكن انا الاوان ان الرياضه تلعب دورها. انا رايي ان دور المباراه ديت يفوق كل هذه الادوار، لان ان يتوحد الناس كلها في مجال رياضي، مجال جميل، مجال بعيد عن التوتر ومعاد عن الشده، مجال ترفيهي، لكن في مواجهه عنصر افسد يعني حياة المصريين. أدينا هم نتكلم ده حياة ده العالم كله. الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، كل ده في إرهاب، في أحداث بنتابعها في ألمانيا كمان، نشوفها في ألمانيا. يعني مفيش دولة في العالم سلمت من الإرهاب خالص، فبالتالي هي رسالة إرهاب للعالم كله، رسالة سلام للعالم كله من خلال الإرهاب المنتشر. رسالتين، الرسالة للجميع والطمأنينة في وجود مثل هذا الفريق القوي العالمي، وجوده موجود على أرض مصر بيلعب مباراة بحضور جماهير في هذا الشكل وهذا الاستقبال. رسالة نجومنا العرب اللي موجودين يساندوا ويدعموا طبعا، وكل أكيد الشكر للترك، وطبعا كل الناس اللي ساهمت في هذه المباراة. أكيد الرسالة المحلية مشاركة اللاعبين، يعني طبعا مشاركة اللاعبين المحليين أكيد رسالة مهمة أيضا على الجانب المحلي في ظل التعصب والزخم، كلها رسائل قوية. هقول لك على حاجة،
انا زعلت شويه من بعض الانديه اللي اعلنت جهارا نهارا كده انها مش عايزه فلان يشترك سين وصاد وعين من النادي ده ومن النادي ده ومن النادي ده، يقول لك ايه لا انا مش موافق على اشتراكه اصل احنا بنستعد لمباراه الدوري. ده انت بتقدم رساله يعني، ده انت في هذا اليوم المفروض كمان اللي ما تمش اختياره هو اللي بيبقى بيسعى انه يجي يبقى متواجد في مثل هذا اليوم. اليوم ده مش مساله اهلي بقى ولا مساله اتلتيكو مدريد، مساله رساله امام العالم، شرف لاي لاعب في الدنيا كلها جاي من الوطن العربي، جاي من نادي هنا محلي. انا سعدت جدا مثلا من تصريحات حسني عبد ربه، قال لك إن هذه المباراه انا لازم اشترك فيها لانها بتادي رساله كبيره جدا وانا لازم اكون موجود في هذه الرساله. فدي حته محترمه جدا من لعيب كان يوما ما احسن لاعب في افريقيا، احسن لاعب في كاس الامم 2008 اللي كانت في غانا، ولعيب معشوق الدراويش. فبالتالي يعني رساله برضه موجهه بالظبط كل هذه الرساله. انا شايف كده في اجواء كانت غير صحيه في الرياضه المصريه في الفتره اللي فاتت بين الجماهير وبعضها وبين الانديه وبعضها، واللي بيحصل اللي احنا كلنا عارفينه وشايفينه. طب انا الاوان ان المباراه دي مش تلعب بس هذا الدور، اين ايضا السلام الرياضي بين اللعيبه وبعضهم وبين الانديه وبعضها؟ كله ايه؟ تحس ان في حاله من التوتر، زي ما بقول لك انا بسمي مواقع التواصل الاجتماعي دي مواقع التناحر الاجتماعي مش تواصل، هي خلقت لتكون تواصل اجتماعي، اصبح تناحر وشتيمه وخلافات بين الناس وانقسامات بتعملها الناس دي. وما تنساش ان الارهاب اطل علينا براسه من خلال هذه المواقع، هي كانت واحده من اللي ليها دور انها نشرت للشباب الفكر الخاطئ اللي هو خلاهم يخرجوا عن الاطار وخلاهم ما يبقوش ملتزمين بما اتربينا احنا عليه، اللي اتربينا عليه ان انت يكون في سلام بينك وبين صديقك وبين صاحبك وبين جارك وبين اهلك وبين اصحابك وبين حتى اللي انت بتتنافس معاهم. دلوقتي بقيت الصراعات واخده كل المجالات. انا الاوان ان مثل هذه المباراه تطلع هذه الطاقات الايجابيه وتطلع الروح الجميله اللي تعم بقى بين الناس، اللعيبه وبعضها والانديه وبعضها والناس وبعضها. وكمان بما ان نادي جاي من بره، اكيد نادي اتلتيكو مدريد له معجبينه في كل انحاء العالم طبعا. كانوا بيقدروا طبعا الجماهيريه بتاعت اتلتيكو مدريد دي في العالم، وصلوا الى ان هم قالوا ان له 300 مليون مشجع في العالم. 300 مليون دول يعني قد المصريين، قد تعداد مصر ثلاث مرات على الاقل، بيشجعوا نادي اتلتيكو مدريد مش في اسبانيا ولكن في كل انحاء العالم. طبعا ناديين زي برشلونه وريال مدريد اكتر كمان، بس الشعبيه ديت مع شعبيه النادي الاهلي اللي هي شوف انت قد ايه في مصر وفي الوطن العربي، ده من شانها ان هي تعمل من المباراه ديت فرصه انه يبقى مسرح يعرض كيف كان الارهاب مضلا وضلالا على مصر والمصريين والعالم كله بسبب قله غاشمه لقت ان هي في دماء الناس. يعني هي بتشفي غلالة بدماء الناس، دماء الناس الغلابة. يعني انت مش بتقتل مثلا شخص هو عمل لك حاجة، ده انت بتقتل واحد رايح يصلي، واحد داخل كنيسة، واحد بيحتفل مع أسرته في 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 دار عبادة. عمرنا ما كنا نسمع ان دور العبادة دي مكان لهذه الجرائم. يعني بنيجي نقف يعني والله اسرائيل ما تحاربك في دار عباده، يعني هو حرق كنايس وعمل الكلام ده وما جابش نتيجه وبيكرر برضه الفشل. وتاني بيعملوها تاني، عملوها في جوامع وعملوها في مساجد طبعاً. عشان الاخوه المسيحيين ما يفتكروش ان هي دي ضد ديانه معينه. شعب واحد كله، احنا كلنا شعب واحد. وخلي بالك ان 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 هم حاولوا من خلال الدين، من خلال الاديان ما عرفوش، حاولوا من خلال التفرقه العنصريه مفيش، حاولوا من خلال العرقيه مفيش، احنا ما عندناش لا 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 لا, لا انقسامات عرقيه ولا انقسامات دينيه. انا ياما شخصيا في مدى حياتي اختلطت باسر مسيحيه وكانوا في منتهى الجمال، كلنا طبعا كلنا عشنا معاهم وكلنا وشربنا معاهم واحتفلنا معاهم. هم عايزين يخشوا من الزاويه دي، لا مش لاقيين حاجه غيرها. جربوا كذا مره ومش هتمشي وما بتمشيش وفشل. ليه الرهان على الفشل؟ رهان على الفشل لان دول ناس بلا ضمير، بلا دين، بلا انتماء، بلا اي عنصر من العناصر البشريه. وبالتالي انا نفسي ان المباراه بتاعت بكره ديت تكون فرصه، وبالذات انها
بعيدا بقى عن ان هي رياضه وبعدين هو مجال الرياضي ده فرصه جدا ان الناس كلها تلتقي في جو من مباراه وديه. نادي الاهلي بالذات دي المباراه رقم 19 ليه مع نادي كبير، سيبك من الانديه الصغيره اللي ياما النادي الاهلي التقى بيها على المستوى الدولي، لكن المباراه رقم 18 من عيار ريال مدريد، من عيار برشلونه. ريال مدريد النادي الاهلي لعبه كمنتخب مع الزمالك، شوف كمنتخب الاهلي والزمالك لعب ريال مدريد سنه 61، الاهلي اول مباراه من العيار الثقيل كانت سنه 60 مع برشلونه، انا بتكلم على العصر الحديث، مع برشلونه، مباراه كان برشلونه وقتها برضه من الانديه الكبيره في اوروبا، وكان هو ريال مدريد، ريال مدريد بعدها جه مرتين مصر هنا، لعب منتخب الاهلي والزمالك مره ولعب النادي الزمالك لوحده مره، بعد كده انديه كتير، بايرن ميونخ ده لعب النادي الاهلي اربع مرات في هذه الفتره، شوف نادي بقيمه بايرن ميونخ اللي له القاب اوروبيه والقاب عالميه، انديه كتير جدا وصلت انها بروسيا مونشنجلادباخ وهو بيلعب في البطولات الاوروبيه وهو بطل لاوروبا، اما لعب النادي الاهلي وكان لسه الخطيب ده كان لسه في عنفوانه وقدم مباراه، يمكن كانوا ساعتها حتى عشان الخطيب يدارى لبسوه رقم 8 مش رقم 10 اللي هو المباراه ديت بالذات، الاهلي ومونشنجلادباخ اللي انتهت بتعادل 2-2، خطيب لعب من اجمل مباريات عمره، يمكن الجيل الحالي ما اتفرجش على المباراه ديت، يا ريت المباراه دي تكون تسجيلها موجود عشان الناس تشوف كيف ادى النادي الاهلي هذه المباراه التاريخيه. مرورا بقى بالاحتفال باليوبيل المئوي للنادي الاهلي برشلونه مباراه برشلونه ومباراه بنفيكا، الاهلي وبنفيكا برضو كانت مباراه طبعاً عالميه وفاز بيها النادي الاهلي، يعني حسن الحظ طبعا في ماتشات كتير لكنها كلها في القالب الفني في القالب الاستعراضي، لكن هذه الرساله وهذه المباراه هي مباراه خاصه ورساله خاصه ورساله سلام ضد الارهاب، وده المعنى الاكثر وده اللي في احتياج ليه، وهذا هو الدور الاجتماعي الابرز في المرحله المقبله. طبعا هو بص النادي الاهلي نادي وطني زي الانديه الكبيره كلها في مصر، انديه وطنيه هدفها ليها هدف اسمى، قبل ما يكون منافسه على الالقاب وقبل ما يكون تناحر على الالقاب، لا ليها اهميه كبيره جدا في توجيه الشباب وانها تكون مدرسه للشباب. هقول لك على حاجه، الاخوان لما مسكوا مصر حاولوا ان هم يخترقوا من خلال الرياضه، حاولوا يخشوا الانديه من خلال الرياضه، لان هم كانوا عارفين ان هي دي اللي تواصل، شوف هم دلوقتي الرياضه دلوقتي هي اللي عايزه تواجه بتحاربهم، هي اللي بتواجه طوفان المقرف للشعب المصري، هذا الطوفان اللي اتى بكل شيء من الضمير بالنسبة لهؤلاء الأشخاص اللي حاولوا أن هم يدمروا المصريين، ولكن لن تدمر مصر أبدا، ستبقى دائما وأبدا هي قيمة وقامة أمام العالم، زي ما هتكون بكرة إن شاء الله قيمة وقامة رياضية لمواجهة هذا الإرهاب الغاشم. دكتور طارق، لم نكن نتمنى أن تكون في هذه الساعات بعض الخروج عن النص ببعض الحوادث الإرهابية الفردية، ولكن سبحان الله التوقيت والميقات في هذا التوقيت بمثل هذه الرسالة. هو كمان للأسف إن أنت إيه عارف أنا إزاي أنت عايزني أنجذب لشيء بيدمر حياتك، أنت بتستنى يوم جمعة وتعمل في يوم جمعة اللي أنا الناس قاعدة فيه أجازة وعايزة تقضي يعني وقت لطيف قبل في نهاية الأسبوع وتعمل فيه جرائم، بتستنى الأعياد وتعمل فيها جرائم، اي دين هذا واي قلب هذا واي ضمير هذا إرهاب. ان انت بتنقي كمان اليوم اللي الناس مبسوطه فيه وتنكد عليه. ما هو الارهاب لا ليه وطن ولا ليه دين، ومخترق العالم كله عمال يتواجد في كل حته، ويجب التكاتف يكون من الكل. مظبوط، عشان كده ايه انا عايز برضو اتكلم حبه شويه فنيه، ان كمان مش المباراه هتكون مجرد مباراه لهذه هذا الغرض السامي، لا دي مباراه كمان فنيه. اتلتيكو مدريد بكامل نجومه الصف الاسبانيه طبعا متابعه بشكل كبير. بالظبط، نادي اتلتيكو مدريد بالذات جذب الانظار ليه في السنوات الاخيره كفريق له استراتيجيه اصبح بيقلدها العالم كله، استراتيجيه الهيمنه والسيطره على مجريات المباراه، يعني انا بعمل كاتلتيكو مدريد اسلوب يخلي
اي نادي في العالم. لعب معاه برشلونه قبل كده وخد منه الدوري، لعب معاه ريال مدريد وكسبه، لعب معاه بايرن ميونخ وكسبه، يعني لعب معاه فطائل. قابله صاحب المدرسه اليوفي، صاحب المدرسه الاصلي قابله برضه، كانت معركه كبيره. بالظبط. انما هم عملوا ايه؟ قال لك المدرسه بتاعتي انا هسيطر على مجريات اللعب على اي فريق مقابل. عنده نص ملعب يعني ذري، نص الملعب اللي فيه جابي وسؤول نجويز كوكي وكوكي. كوكي ده لعيب متميز جدا، اللعيبه اللي هي تقدر انها تسيطر على ايقاع المباراه بالتمريرات، وتقدر تسيطر بالانتشار بتاعها على منطقه وسط الملعب. عملوا خط ظهر قوي جدا، خوان فران الباك اليمين وفليب لويس الباك الشمال، وقلبي الدفاع سافيتش وديوجو جودن، اربع لعيبه يعني نموذج لكل صفات خط الدفاع، كرقابه وكتمركز وكتحرك في منطقه الجزاء وكتغطيه، كل صفات المدافعين موجوده في هؤلاء. حتى الهجوم يعني الهجوم بتاعهم انطوان جريزمان، لعيب الحقيقه ابهر العالم في الفتره الاخيره. انا شايف ان جريزمان يعني حتى الان لم يقدم كل ما لديه من امكانيات لعيب ومهاجم. شوف هذا اللاعب لو اتنقل بس لحته تانية او لعب في اي نادي تاني، هيكون جريزمان ده لعيب رهيب جدا، ممكن يخش ضمن ابرز نجوم العالم في التاريخ. يعني ايضا كاراسكو، هذا اللاعب المميز جدا اللي برز في الفتره الاخيره، كاراسكو بلجيكي، وممكن انه يكون من نجوم كاس العالم القادمه مع منتخب بلجيكا، اللي ممكن يبقى مفاجاه كبيره. عندك فرناندو توريس المهاجم المتميز جدا اللي كان في منتخب اسبانيا فتره طويله. هذا الفريق كده المتكامل بخط ظهر حديدي، بنص ملعب قادر انه يفرض استحواذه وقدراته على اي فريق في العالم، قدر يزهق اي فريق في العالم. عنده ليدر بالظبط، سيميوني. ديو سيميوني بقى برضه مدرسه طبعا، مدرسه كل المدربين في العالم. هو المدرب اللي ممكن يجري اكتر من اللعيبه، بيقولوا عليه مطرقع. يعني تشوف الحماس والقوه اللي فيه والنرف. بالظبط. المدير الفني اللي هو بيحط الشحن المعنوي والنفسي للاعبين بشكل منقطع النظير في العالم، وده اللي خلى اسس مدرسه. بقى في مدربين كتير في العالم بيقلدوه دلوقتي، بيعملوا نفس اسلوبه اللي هو بيجري على الخط. يعني ممكن واحد لعيب بيجري على الخط هو بيجري جنبه، يعني جناح مثلا سريع بيجري بنفس سرعته وجنبه على الخط ويرجع تاني على نص الملعب. يعني المدرب اللاعب اللي هو بيجري جنب اللعيبه ويحس انه بيعمل مجهود زيهم. يعني حضرتك شايف ان مع رساله السلام ورساله الطمانينه وضد الارهاب، شايف ان في جانب فني لا يمكن نغفل عنه؟ لا يمكن نغفل عنه، بس انا كنت اتمنى بس ان ما تكونش طبعا ظروف الدوري المصري ما حدش يقدر ينكرها دلوقتي، ان انت لازم تخلص دوري في قبل نص مايو زي ما قال الفيفا، لان دي خلاص بقت اجنده دوليه ان كل الدوريات في العالم ما ينفعش تلعب يوم 16، يوم 15 مايو خلاص انتهى. فانت عندك الدوري 34 اسبوع، وعندك الكاس لسه، احنا وصلنا لعبنا دور ال 16، لسه الاهلي ما لعبش مباراته دور ال 16، ولسه المقصه ما لعبش والمقاولين مباراتهم في دور ال 16، فعندك اربع مباريات اخرى في الكاس غير ما تبقى من دوري، غير البطوله الافريقيه، فزنقه طبعا. فلازم تخلص. فالزنقه دي خلت الاهلي يلعب النهارده وهيلعب بعديها بساعات. عدد من لعيبته طبعا الاساسيين كلهم اللي لعبوا النهارده ما حدش ما تقدرش تلعب عبد الله السعيد بعد المجهود اللي عمله. الكابتن حسام بدأ صرح رسمي تلعب ازار، وما تقدرش تلعب الكابتن حسام البدري صرح رسمي ما فيش لعيب من لعبه اساسي النهارده هيلعب بكره. بالظبط. انت محتاج ولسه عندك ماتشات. فانت برضو كان يهمك انك انت فاكر انت اللقاء اللي انا بعتبره ابرز لقاء بين لقاءات الفرق العملاقه اللي هي ال 18 اللي انا ذكرت بعضها دلوقتي في تاريخ الكره المصريه، مباراه ريال مدريد اللي اتعملت 2001. ليه بقى؟ ريال مدريد جاي بطل اوروبا، ريال مدريد في زين الدين زيدان، في لويس فيجو، راؤول، في روبرتو كارلوس، في راؤول جونزاليس، في الفرقه اللي هي ابهرت العالم واسماء لازلنا نتذكرها حتى الان. يجي ريال مدريد ده ويلعب في مصر وتكسبه بالجول الشهير بتاع سانديز وقتها، المكسب الرهيب اللي هو اتعمل من اجله كاس كان بيعتز بيها النادي الاهلي طول تاريخه وحاططها في دولاب انجازاته، اللي هي سموا البطوله دي الكاس الافرو اوروبيه. النادي الاهلي كان
بطل دوري ابطال افريقيا وريال مدريد كان بطل دوري ابطال اوروبا، فمباراه تجمع بين الفريقين والمباراه بين فريقين في رد فعل كبير قوي لوسائل الاعلام الاوروبيه في هذا التوقيت. انا اشكر ان انا طلب مني في جريده الجمهوريه ان انا اعمل بشكل يومي قبل هذا اللقاء ثلاث صفحات، كنا الرياضه ثلاث صفحات زودوهم خمس صفحات، بس ثلاث صفحات كامله عن مباراه الاهلي وريال مدريد، اسبوع قبل المباراه واسبوع بعد المباراه لا حديث للرياضه المصريه وللصحف المصريه وللنقاد الرياضيين المصريين وللاعلام المصري الا مباراه الاهلي وريال مدريد دي. هو ده اللي احنا كنا نتمناه برضو في مباراه اتلتيكو مدريد واكتر منه، لولا ضيق الوقت اللي هو خلى يعني برضو الاعلام كان موجه ناحيه الدوري المصري الانجازات المصريه، وبعدين كمان وجه الاعلام اكتر في المذابح اللي بتدور ديت، اللي المباراه دي جت في وقتها عشان هي اللي تغطي على كل هذه الاحداث وتوري للعالم كله ان مصر والمصريين فوق الارهاب وفوق الاحداث السلبيه اللي بدات تعم العالم، وبنقدم من هنا الرساله اللي تنتقل الى كل العالم ان احنا ارض السلام. دكتور طارق، البعض شايف ان المباراه قد يكون الاعلام المصري بس اللي مهتم بيها، لكن الاعلام الاسباني والاعلام العالمي، صحيفه ماركا الاسبانيه، صحيفه اس، عدد من الصحف الكبيره، عدد من وسائل الاعلام، عدد من الوكالات مهتم اهتمام كبير بعنوان المباراه رساله سلام. ده مش بس كده، انا النهارده تصادف ان انا شفت مثلا حوالي 20 صحيفه عربيه سواء على الانترنت او صحيفه مكتوبه مطبوعه، يعني اهتمام عربي غير عادي بهذه المباراه. ما فيش صحيفه عربيه كبيره غير ما مغطيه الحدث ده بعلى الاقل صفحه من الاحداث ومين اللعيبه العرب اللي جم، بالذات الدول اللي النادي الاهلي طلب ان اللعيبه تيجي منها، ودي سواء اللي جاي او اللي اعتذر او اللي اعتذر حتى. لكن انا كنت شايف بس ان 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 يعني انت بتتكلم على حدث لا يمكن الاعتذار عنه، لا يمكن حد يتخيل ان انا اعتذر عن مثل هذا الحدث، لانه مش بقى رياضي بس، ده رياضي وسياسي واجتماعي وعالمي وكل عربي و يعني بصراحه انا كنت اتمنى ان انت تلاقي مثلا 20 لعيب عربي من كل الدول العربيه. هي بدايه، هي بدايه، اعتقد ان بدايه الفتره الجايه هيكون في عدد من الايفنتات، هيبقى في بعض هذه الامور في الفتره الجايه. هو ايفنت جه في وقته، يعني المباراه ديت فعلا جت في وقتها. انا هقول لك بالمناسبه عشان تشوف رساله الرياضه، اذكر ان من فتره مش كبيره من حوالي 6 سنين كان في مباراه للبرازيل والارجنتين اتلعبت في الوطن العربي. تخيل البرازيل والارجنتين الكلاسيكو العالم، كلاسيكو العالم كله بقى، يعني هم قالوا اكبر كلاسيكو في العالم طبعا. البرازيل والارجنتين وريال مدريد وبرشلونه. على فكره اما اتعمل هذا الاستفتاء عالميا طلع الاهلي والزمالك الكلاسيكو رقم 5 ده في العالم كله بعد البرازيل والارجنتين وريال مدريد وبرشلونه واعتقد سلتيك وجلاسكو في اسكتلندا، وكان يعني يوفنتوس والميلان في إيطاليا. يعني هذه الدربيات العالميه الكبيره الاهلي والزمالك احتل فيها المركز الخامس، يعني دايما الاهلي والزمالك موجودين في الاحداث العالميه. فالنهارده الاهلي واتلتيكو مدريد انا بعتقد انها مباراه على المستوى الفني هتكون مباراه عاليه جدا، وبالذات ان اتلتيكو مدريد مأكد حتى على موقعه الالكتروني على الانترنت ان هو هيجي بكل نجومه. الصحف الاسبانيه كلها بتقول ان اللعيبه دول هيتلقلقوا هيتالقوا هنا في برج العرب، في استاد برج العرب امام النادي الاهلي اللي هو يعتبر اكبر نادي على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الشرق الاوسط كلها. تبقى فرصه كبيره جدا على المستوى الرياضي وعلى المستوى السياسي اللي احنا اتكلمنا عنه كتير. دكتور طارق، قبل ما اشكرك، رسالتك للجماهير ورساله والشكل اللي عايز اشوف بيه رساله السلام بكره. السلام من خلال مواجهة الإرهاب في مثل هذه المباراة لازم تكون الرسالة الأولى ضد الإرهاب، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا عندنا رسالة تانية مهمة جدا جدا لجماهيرنا، الجماهير اللي هي كل لما تشوف أي برنامج في العالم تلاقي إن الجماهير بتتحدث إمتى هنعود للملاعب، أنا الأوان أهو سلام. طب أنت يا جمهور تعالى إدي رسالة سلام عشان الجماهير ترجع مع بدايه السنه الجديده. انا شايف المباراه دي تشوف جايه امتى؟ في الساعات الاخيره من 2017. 2018 ممكن تبقى كره قدم بجماهير اذا
الجماهير نفسها ادت الرساله الصحيحه. انا كنت سعيد جدا النهارده على مدى اليوم ان انا شايف جماهير للزمالك وجماهير للاسماعيلي وجماهير للمصري وجماهير للانديه كتيره جدا في مصر نفسها انها تروح المباراه ونفسها انها توجه الرساله من خلال تواجد جماعي للجماهير في هذه المدرجات. انا شايف ان استاد برج العرب بكره ممكن يبقى رساله تانية بتوجه ايضا للجماهير رساله العوده السلميه بما انها مباراه السلام الى المدرجات مره اخرى عشان نشوف الجماهير تاني لان احنا بصراحه زهقنا من كره القدم اللي بدون جمهور. طبعا دكتور طارق بشكرك شرفتني ونورتني النهارده. طبعا دايما ضيف عزيز عليا ودايما بتعلم منك ربنا والنهارده كنت اضافه كبيره لوجودك معايا وان شاء الله المباراه ورساله السلام تعدي زي ما حضرتك قلت. ان شاء الله باذن الله نتمنى السلام ونتمنى ان المباراه تخرج زي ما نتمناها جميعا وتمنيناها جميعا مباراه من اجل السلام ومن اجل مصر. شكرا لحضرتك. من اجل السلام ومن اجل مصر رساله سلام. رساله سلام وطمانينه للعالم كله. رساله سلام بدور مجتمعي للرياضه القوى الناعمه كان الكبير النادي الاهلي. رساله سلام بوجود اتلتيكو مدريد بوجود نجوم العرب بوجود نجوم الدوري المصري بوجود نجوم النادي الاهلي باسم النادي الاهلي. رساله سلام للجميع. شكرا لكل الناس اللي مدوا ايديهم لرساله السلام. شكرا لكل الناس اللي بتقف ضد الارهاب. شكرا للمستشار تركي الشيخ رئيس الهيئه الرياضيه السعوديه. شكرا لكل اللسان. شكرا لمجلس اداره النادي الاهلي. شكر خاص من عندي للاستاذ ايمن بدره ولمجهوداته الكبيره في الفتره اللي فاتت وشكر موصول للاعلامي القدير الاستاذ يعقوب السعدي والاستاذ محمد كامل بريزنتيشن كابتن خالد بيومي والناس اللي سمحت ويعني ساعدتنا اللي يكون بكره في الاحتفاليه الكبيره في نجوم كبيره هتكون موجوده. كابتن خالد بيومي هيكون موجود في الاستوديو التحليلي بكره مع الكابتن تامر صقر. كل الشكر للاستاذ يعقوب السعدي الاعلامي الاماراتي الكبير اللي عمره ما بخل علينا في اي حاجه. استاذ محمد كامل وتعاونه واصراره ان قناه الاهلي هي القناه اللي تكون بتبث اللقاء مجهود كبير جدا. يمكن بكره هنكون من الساعه 11 معاكم من المؤتمر الصحفي هتكون بتنقله زميلتنا فيروز مكي وبعدها فيروز هتستضيف عمر ربيع ياسين والكلام عن الارقام نبدا الاستوديو التحليلي تامر صقر وخالد بيومي طبعا مع حفظ الالقاب للجميع كابتن ماهر همام وكابتن عادل عبد الرحمن. والملعب هيكون فيه اثنين استوديو تحليلي، استوديو تحليلي في الكابينه فوق هيكون الكابتن اسلام الشاطر ومعاه نجومنا الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع ياسين وفي ارض الملعب كابتن محمد فاروق سعد زميلنا العزيز وهيكون معاه الكابتن وائل رياض وهيكون فيه طبعا الكابتن جمال الغندور اللي هيكون موجود هنا في قناه الاهلي للتحليل طبعا موجود على قناه الدي ام سي وهو موجود بكره مخصوص. استاذ ايمن سالم بنشكره شكر كبير والاستاذ عمرو مخلوف كل الناس كل الناس عايزه توصل رساله سلام. اخيرا بقى عشان ما اطولش عليكم نشكر كل الناس اللي تعبت النهارده فريقنا اللي موجود في اسكندريه والشغل اللي موجود وظهر بشكل كويس جدا. طبعا الشكر لمنسقنا شادي الجيلاني اللي طبعا كان معانا كابتن حسام البدري محمد الدكور مخرجنا محمود سعيد وكريم ابو حسين من الاعداد مراسلين امير هشام وكريم احمد طبعا والاعداد هنا في استوديو رساله سلام استاذ عمرو فهمي الاستاذ ابراهيم صلاح الاستاذ احمد رشاد. كل الشكر للجميع وشكر خاص لاستاذنا محمد بيومي والمشرف العام الاستاذ عماد الغول والمصورين وكل الناس. رساله سلام رساله سلام في دور مجتمعي كبير رساله سلام توصل للعالم كله ويشارك فيها العالم كله ويشوف الارهاب ملوش دين ملوش وطن. الارهاب مش ظاهره محليه. الارهاب ضرب العالم كله اسبانيا انجلترا فرنسا المانيا كله بيعاني من الارهاب. بفضل الله وبفضل جهود المخلصين جيش مصر وشرطتها وشعبها والدور المجتمعي الكبير للانديه الرياضيه وللنادي الاهلي ولكل انديه مصر ان شاء الله ربنا يكرمنا في رساله سلام بكره للعالم. بكره انتظرونا في استوديو ويوم خاص ورساله سلام من ارض السلام.